طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، احنا الميتنج ده ان شاء الله مراجعة ريفيجن على الباور سيستم ابلكيشن، مات باور سيستم ابلكيشن بتاعتنا، ريفيجن للميد تيرم. نفترض انا نسقت الكلام ده مع الباشمهندس عبد الرحمن زميلكم، انه هناخد جزء كده نراجع فيه بسرعة على النظري اللي موجود في المحاضرات بتاعتك، بعد كده ناخد جزء ان احنا نبدأ نشوف من انواع المسائل اللي عندنا وازاي ان احنا نحل اي مسألة موجودة عندنا، واخيرا بقى، او مش لسه اخيرا يعني، بعد كده برضو نفتكر الماتلاب، ايه الحاجات المهمه في الماتلاب، جزء السيمولينك المطلوب منك تعرفه وازاي ممكن تتسال فيه. بعد كده الام سي كيوز اللي انا نزلتها لكم دي عايزين نحلها مع بعض، انتر اكتيف يعني نتفاعل مع بعض ونحلها ونفهم الدنيا فيها ايه. واخيرا بقى، لو حد عنده سؤال، حد عنده استفسار في حاجه مثلا، حد مش فاهمها عايزنا نشرحها، مفيش مشكله، ممكن نعمل اكستنشن للموضوع ونكمل شرح براحتنا يعني، بس طبعا بعد ما نخلص الحاجات دي. طيب خلونا بقى نبدأ بسرعة عشان من الوقت بتاعنا ما يضيعش. المادة طبعا هي ابلكيشنز في الباور سيستم، مفترض طبعا هي ابلكيشنز باستخدام الكمبيوتر يعني ان جنرال. طيب احنا هنراجع مراجعة سريعة في الأول زي ما أنا لسه قايل على المنهج بتاعنا، مراجعة نظري على الأجزاء النظرية في المنهج بتاعنا. طيب لو حد برضو عنده سؤال ولا حاجة وأنا شغال كده ممكن يوقفني، ماشي، يرفع إيده يوقفني يعني، بحيث إن هو لو عايز يسأل مثلا في حاجة إن بتوين وإحنا شغالين يعني. طيب طبعا هو الدكتور طبعا بدأ كده بسم الله بيقول لك الاستراكشر بتاع الباور سيستم، دي حاجات بسيطة، إن أنت الباور سيستم بتاعك بيتكون من مرحلة، أول حاجة مرحلة التوليد يا ثم شير شير النقل. بين هندسة طيب لو سمحت. هو أنا لسه مش شيرتش؟ طيب ما حد يفكرني يا شباب، كل ده أنتوا أصلا مش شايفين؟ مشكلة، هو عامة برضه هيبقى ظاهر في الفيديو. هو ده يا جماعة بس ده الأجندة بتاعت الميتنج بتاعنا، إن إحنا في جزء هنتكلم عن النظري بتاع تلت ساعة كده ولا حاجة، بعد كده تلت ساعة كام مثلا هنتكلم على المسائل، جزء كمان هنتكلم على السيميولينك والماتلاب، ثم هنحل مع بعض الإم سي كيوهات، وأخيرا لو حد عنده سؤال، حد مثلا في جزء عايز يفهمه أكتر، مفيش أي مشكلة إن إحنا نوضحه مع بعض يعني. طيب خلونا بقى نبدأ النظري بتاعنا بسرعة كده. الدكتور بدأ أول حاجة بس بالاستراكشر بتاع الباور سيستم، مكونات الباور سيستم أصلا زي ما احنا عارفين، جنريشن ترانسميشن ديستريبيوشن يوتيلايزيشن، مش لسه بقى إيه، مش هنرجع نتكلم في الكلام ده كتير يعني. الجنريشن قد يكون يعني مثلا بطرق كونفنشنال، ستيم تربين مثلا، جاز، الكلام اللي أنت عارفه، أو ممكن طبعا يكون سستينابل أو رينيوبل إنرجي زي مثلا الويند السولار وهلم جرة يعني. طيب برضو مفيش مشكله في الاستاذ، مش اي معلومه جديده فيها هنا، بس بيقول لك انه الرينيوبل سورسز بتاعتك سولار ويند هيدرو جيوثيرمال ايا كان بقى، دي مفيش اي مشكله فيها يعني. طيب معلومه برضو قد تكون برضو موضع سؤال بالنسبه لك، ايه الفرق ما بين الباور سيستم القديم او الحالي يعني، والباور سيستم اللي احنا بنتمنى ان هو يكون موجود في المستقبل الادفانسد يعني، او اللي احنا هنوظف فيه الاي اي. قال لك القديم ده هو الباور فلو بتاعك هو يوني دايركشنال، لكن اللي في المستقبل هيكون باي دايركشنال، في الفيوتشر التوليد هيكون في كل مكان، فبالتالي لازم الباور فلو يكون ماشي من اي سورس للود، او على حسب حاجة السيستم في الحالة دي. طيب برضو مش حاجة تانية، برضو بيقول لك مثلا على سبيل المثال، يا ترى ايه المشاكل اصلا اللي بتبقى موجودة في الباور سيستم، زي مثلا على سبيل المثال اللوس اوف باور، اللوس اوف فولتج، اللوس اوف فريكوانسي، بلاك اوت، الكومبلكسيتي او الكوست، السورس افشنسي او الافشنسي يعني. طيب الهدف بتاعي ان انا بستخدم الاي اي، او عايز اوظف الذكاء الصناعي يعني، عايز اوظفه في ان هو يحل المشاكل دي، يسولف البروبلمز بتاعت الباور سيستم اللي قدامك دي يعني. تعقيد السيستم مثلا انا عايزه يقلل، خلينا نجيب القلم بس كده، انا عايزه يقلل من تعقيد السيستم، انا عايزه يقلل من التوتال كوست اللي بتاعت الباور سيستم بتاعتي، عايزه يزود الافشنسي بتاعتي، عايزه يقلل من مثلا من لوس اوف باور او لوس اوف فولتج او لوس اوف فريكوانسي، وهلم جر يحل جميع المشاكل دي. طيب بعد كده دخل يعرف لك ايه هو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي هو ان احنا بنحاول نحاكي او بنحاول نحل المشاكل باستخدام او فكره ان احنا بنعلم الاله ازاي ان احنا بنفكر، ونحاول نخلي الكمبيوترات او الاله دي تسولف البروبلم بنفس طريقه تفكيرنا احنا.
هو ده تعريف الاي اي، بحيث لو مثلا جالك في ام سي كيو ولا حاجه في التعريف نفسه. ابلكيشن بتاعته طبعا في كل حاجه، مش هنرجع نتكلم في حاجه زي كده، في كل حاجه ابلكيشن بتاعته موجوده دلوقتي يعني. طب بالنسبه للباور سيستم على وجه الخصوص، برضو كل حاجه في الباور سيستم انت تقدر توظف الاي اي فيها، زي مثلا ايه الاوبتمايزيشن مثلا للالكتريكال باور ترانسفير اللي هو الاوبتيمال باور فلو. عندك مثلا بعد كده في الكنترول اصلا بتاع الباور سيستم، ايكونوميك ديسباتش، السكيورتي بتاعت الباور سيستم بتاعتك، البلاننج بتاع الباور سيستم. فجميع الحاجات او الاوبريشنز اللي احنا ممكن نعملها في الباور سيستم انت ممكن توظف فيها الاي اي. طيب دي حاجات كلها قديمة يعني، مش حاجات نظرية قديمة. بعد إذنك هندسة، بس اتفضل. لحظة، أنت بتسجل السيشن صح؟ اه تمام، شكرا. السيشن بيتسجل بالفعل. طيب نكمل يا جماعة. انواع بقى الاي اي عندنا، في عندنا مثلا النيورال نتورك اللي احنا اشتغلنا عليها، وفي الفازي لوجيك، معرفش هل ده هنكمله بعد الميد ولا لا، الله اعلم، على حسب ما الدكتور بيقول، بس احنا خدنا النيورال. طيب النيورال نتورك هو نوع من انواع الاي اي، والمفترض ان احنا فهمنا هو بيشتغل ازاي، وبيحاكي طبعا العقل البشري، او بيحاكي ازاي العقل بتاعنا بيشتغل، او الخلايا العصبيه بتاعت في دماغنا بتشتغل يعني، في البرين بتاعنا بيشتغل وبيحاكيها. طيب طبعا هو بيقدر يهندل مشاكل كومبليكس، مشاكل نون لينير، بيقدر برضو يهندل المشاكل بشكل متوازي. طبعا ده عقلنا، وبرضه هيكون النيورال نتورك او الشبكات العصبيه الصناعيه اللي احنا عايزين نعملها اصلا. طيب برضه بيديك يعني تاريخ للنيورال نتوركس، برضه عايز تبص على التواريخ دي مفيش مشكله يعني، بس مش محط سؤال يعني. طبعا الشبكات العصبيه الصناعيه دي بقى نقدر ان احنا نوظفها في ايه؟ نقدر نوظفها في حاجات كتير جدا. دي مثلا ابرز المشاكل اللي انت ممكن تستخدم النيورال نتورك او الشبكات العصبيه الصناعيه يعني في حلها يعني. اعتقد اشهر حاجه مثلا هو مثلا انت في عندك مثلا الباترن ريكوجنيشن، اللي هو الكلاسيفيكيشن، مشاكل الكلاسيفيكيشن، وكل ده برضو انت تقدر توظف النيورال نتورك فيه يعني. طب ابلكيشنز كتير. طيب سؤال مهم جدا برضو ممكن تتساله، يا ترى ايه هي مميزات النيورال نتورك؟ طبعا مميزات النيورال نتورك بالنسبه لك، اولا بتقدر تتعلم العلاقات ما بين الانبوت والاوتبوت، حتى لو العلاقه دي نان لينير، ماشي، نقطه مهمه جدا. تقدر تتعلم علاقات كومبليكس ومعقده، تقدر تهندل اكتر من عمليه في نفس الوقت، وبرضو بتقدر تتعلم بشكل عام، تقدر تتعلم بشكل عام من الداتا اللي انت بتديها. ابسط وحده بناء بالنسبه لي في الخلايا العصبيه هو النيورون، او اللي هي الخلايا العصبيه نفسها يعني. دي مثلا دي كده خليه عصبيه، واقول لك دي حاجه في الطب بقى، بس احنا عايزين نعمل موديل رياضي ليها. خلينا كده نشوف الموديل الرياضي بتاعها. الموديل الرياضي بتاعها ان انت بيبقى طبعا عندك الخلايا العصبيه، دي كده الخلايا العصبيه، بيكون طبعا في انبوتس موجوده عندك، الانبوتس دي مربوطه بالخلايا العصبيه باوزان زي ما انت شايف، وفي عندنا الخلايا العصبيه دي طبعا بيكون ليها خارج يعني. طيب برضو ده كله كلام برضو يعتبر بسيط، مش هنتكلم فيه. بعد كده في حاجه اسمها الاكتيفيشن فانكشن، لو الناس فاكره انواع الاكتيفيشن فانكشن، ده سؤال مهم ممكن تتساله. الاكتيفيشن فانكشن في عندك طبعا الستيب فانكشن، دي الستيب فانكشن كده، ماشي. حد بيسأل سؤال؟ طيب نكمل. انواع الستيب فانكشن ده جزء مهم برضو، لازم تبقى انت عارف كل نوع، وعارف كل نوع بيستخدم في ايه. في عندك مثلا السيجمويد، السيجمويد ده اللي هو حاجه عامله كده زي ما انت شايف. في عندنا التانش، مش عارف هو ما جابش التانش بس تمام. التانش برضو، تانش دي حاجه عامله، هي السيجمويد بس اللي هي نازله متشفته لتحت يعني، متشفته حوالين الاورجن. طيب المعادلات برضو خد بالك تبقى عارفها يعني، مش بالضروره، بس برضو خد بالك تبقى انت عارف الحاجات دي. طبعا النيورال نتورك او الخلايا العصبيه ممكن تبقى سنجل لاير، ممكن تبقى مالتي لاير. طبعا احنا درسنا الاثنين، درسنا السنجل لاير ودرسنا المالتي لاير. السنجل لاير بتكون انت ما عندكش غير هي لاير واحده بس، اللي هي اللاير بتاعت الاوتبوت. طب هي الانبوت لاير دي ما بعتبرهاش لاير غالبا، لا يعني، هو لو عايز يعدها في السؤال هيقول لك يعني خلاص، بس احنا في الغالب ممكن ما تعتبرهاش لاير. هي السنجل لاير بتبقى لاير واحده بس، اللي هي اللاير بتاعت الخارج. المالتي لاير لا، بيبقى عندك انبوت، عندك هيدن، عندك الاوتبوت لاير. طيب ماشي، دخل بعد كده بقى على، لو احنا مثلا طبعا هو في البدايه احنا خدنا السنجل لاير نيورال نتورك، اللي هي بيبقى عندك لاير واحده بس،
اللي هو انت عندك مجموعة من الانبوت وعندك اوتبوت. في حد سأل؟ اتفضل. ماشي لو اسأل. سمحت هندسة بس، هي السيجمويد دي ينفع بتنفع مع الباينري ولا هي القيم العادية بس؟ بتنفع عادي، بتنفع عادي مع الباينري، مفيش فيها اي مشكلة يعني. خلاص. بس غالبا في الباينري حسب ما انا فاكر يعني بيستخدم الاستيب، يعني الاستيب هي الاشهر في الباينري، هو الستيب ومش الاستيب والسيجنال برضو كانت تنفع مع الباينري. الايه السيجنم. مع السيجنم في عندك السيجنم اعتقد والاستيب، ماشي، الاتنين تمام. دول بينفعوا مع الباينري يعني. السيجمويد غالبا دي بنستخدمها بشكل عام يعني لاغلب البروبلم يعني، بس خد بالك ان السيجمويد دي دايما بتطلع موجب، ما بتطلعش سالب، واخد بالك؟ دي برضو حاجات هنقولها في الام سي كيو لما نيجي نشوف الام سي كيو. حد سأل؟ حد بيسأل يا شباب؟ نكمل؟ نكمل. طيب ماشي ماشي، ده كله كلام برضو بسيط بالنسبة لك. طبعا احنا قلنا ان السنجل لاير نيورال نتورك ممكن تستخدمها في ان انت تعمل امبلمنتيشن لاي فانكشن بقى، اي علاقة. هي في الاخر النيورال نتورك دي انت عندك، دي كده نيورال نتورك، انت بتدخل شوية مدخلات وعندك هنا الاوتبوت، في علاقة طبعا ما بين الانبوتس والاوتبوتس. انت بتعلم العلاقة دي للنيورال نتورك، بغض النظر بقى العلاقة صعبة مش صعبة، النيورال نتورك هتعلمها مفيش مشكلة. فاحنا خدنا في الاول اللي هو السنجل لاير نيورال نتورك، اللي هي كانت كنا بنسميه السنجل لاير بيرسبترون يعني. ده كان بيتكون من خليه عصبيه واحده بس، واللي هي بتكون الاوتبوت لاير بتاعتك، وعندك اي عدد من الانبوتس ما كانش عندك مشكله فيها طبعا، وده الخارج بتاعك. طبعا السنجل لاير بيرسبترون قلنا ان احنا بنقدر نعمل امبلمنتيشن للاند والاور كباينري فانكشنز يعني، الاند والاور والنوت باستخدام السنجل لاير بيرسبترون، لكن اكس اور اكس نور الكلام ده ما كناش بنقدر نعمل له امبلمنتيشن باستخدام السنجل لاير بيرسبترون، كنا بنضطر ان احنا نضيف مور ذان وان لاير يعني. طيب لو انتوا فاكرين الكلام ده كان ليه، ليه مثلا ان انا بقدر كل الكلام ده بقى كلام يعني غالبا مش هتسيل فيه يعني. فكرة ان احنا ليه مثلا في الاند والاور، ممكن تسيل برضو السؤال ده تلاقيه في الام سي كيو، ليه مثلا الاند والاور انت تقدر تعمل لهم امبلمنتيشن باستخدام سنجل لاير بيرسبتور؟ لان السنجل لاير اصلا بيرسبتور هو بيحل المشاكل اللينير سيبربل، المشاكل اللي انت تقدر تفصل ما بينها او تقدر تعمل كلاسيفيكيشن للداتا دي بخط مستقيم، غير كده ما تقدرش ان انت ايه لو يعني مشكله هي ما هياش لينير سيبربل تتحل، مفيش اي مشكله النيورال نتورك بتحلها، بس مور ذان وان لاير هتحتاج طبعا اكتر من لاير في النتورك بتاعتك. طيب برضو بيقول لك لو انت النيورال نتورك نفسها الجرافات بقى اللي احنا بنستخدمها في البلوك دايجرام، في يعني الحاجات دي اعتقد احنا اشتغلنا بالبلوك دايجرام، احنا كان اغلب شغلنا على الشكل ده اللي هو البلوك دايجرام، وغالبا برضو ما يجيب لك في الامتحان هيجيب لك حاجه زي كده، بلوك دايجرام زي كده يعني. برضو انت بس تبقى عارف الحاجات التانيه اللي انت ممكن تموديل او ترسم النيورال نتورك بتاعتك بيها. طيب برضو تاني هو هنا جايب لك انواع الاكتيفيشن فانكشن، جايب لك مثلا دي الستيب، جايب لك هنا السيجنم، السيجنم دي اللي هي الساين، دي برضو بتستخدم اعتقد الستيب والسيجنم الاتنين دول بيستخدموا مع الباينري، العلاقات الباينري يعني. في عندك بعد كده السيجمويد والتنش، السيجمويد والتنش دول برضو من اشهر الدوال بالنسبه لنا، اللي احنا استخدمناهم غالبا في المالتي لاير، السيجمويد والتنش. خد بالك ان التنش دي تقدر تستخدمها مع اوتبوت يكون في سالب، لان خلي بالك هي التنش قيمها ممكن تبقى موجب وممكن تبقى سالب. السيجمويد لا، السيجمويد موجب بس، لو الخارج بتاعك في او العلاقه مثلا ما بين الدخل والخارج، الخارج ممكن يبقى سالب، مش هينفع تستخدم السيجمويد. على عكس مين؟ على عكس التنش. ده بتكلم لو انت بتتكلم على الاوتبوت لاير، الاكتيفيشن فانكشن انت هتستخدمها في الاوتبوت لاير. طبعا البرسبتور موديل ده عشان لو اتسالت عليه في الامتحان ما هو الا خليه عصبيه واحده بس بتكون في الخارج بس، واي عدد من الانبوتس ما عنديش اي مشكله في حوار الانبوتس يعني، لكن هو بيتكون من خليه عصبيه واحده. الاسئله دي برضو موجوده في الام سي كيو، كل ده موجود في الام سي كيو. طيب نرجع بقى لحته بس مشاكل الكلاسيفيكيشن. السنجل لاير برسبترون، السنجل لاير برسبترون سؤال مهم جدا، هو بيقدر ان هو يحل المشاكل اللي هي اللينير سيبربل بس،
طب غير كده بنحتاج مالتي لاير بيرسبتور، مور ذان وان لاير، هتضطر تحط بقى هيدن لاير. ماشي. طيب طبعا انت اي داتا ست ممكن يديها لك، ممكن توقع الداتا ست دي زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، وتحدد اذا ما كانت الداتا اللي هو مديها لك دي تقدر تفصل ما بينهم بخط مستقيم ولا لا. ممكن يسالك، ممكن يجيب لك مثلا مجموعه من الداتا، واول سؤال يساله لك يقول لك هل الداتا دي هي لينير سيبربل ولا لا، هل ينفع ان احنا نستخدم سنجل لاير نيورال نتورك في حلها ولا لا. طيب دي برضو نقطه مهمه، مش هتكلم في المسائل بقى، دي كلها مسائل، خلي المسائل ده جزء تاني، خلي المسائل ده جزء تاني، ده كله مسائل يا شباب، كل ده مسائل. طيب بعد كده دخلنا برضو في المالتي لير. حد عايز يسأل؟ يسأل، عايز يسأل، يسأل. حد عايز يسأل؟ طيب بعد كده دخلنا طبعا في المالتي لاير. في المالتي لاير نيورال نتورك بالنسبه لنا بدانا نحط هيد لاير عشان نبدا نستخدم او نوظف النيورال نتورك في ان هي تحل مشاكل اكثر تعقيدا، تتعلم علاقات ما بين الانبوت والاوتبوت كومبلكس بقى، حاجات معقده، ومش بس على ان هي تحل المشاكل اللي هي اللينير سيبربل بس، لا تحل مشاكل اعقد يعني. وغالبا احنا كل اللي احنا خدناه في المالتي لاير، كل اللي انت كان مطلوب منك تعرفه ان هو ازاي بقى ان انت تعمل ابديت للويتس وكده، هي مسائل يعني عن طريق طريقه الباك بروباجيشن الجوريزم، فدي مسائل. فاحنا ايه لما نتكلم في المسائل هنبقى نتكلم فيها، ده كله يعتبر مسائل، كل ده مسائل. بعد كده الجزء اللي بعد كده هو جزء البرمجه، ازاي ان احنا نعمل امبلمنتيشن للنيورال نتورك باستخدام الماتلاب او باستخدام البروجرامنج او باستخدام الجي اي او باستخدام السيمولينك. الثلاثه دول برضو كان المفروض نتعلمهم، دول برضو احنا هنعمل لهم يعني ليهم وقت في الاجنده بتاعتنا، فده هنتكلم فيه. بعد كده الدكتور دخل شويه على جزء الكنترول سيستم، وجزء الكنترول سيستم جزء بسيط يعني، دخل مثلا على الماثيماتيكال موديلنج بتاعت اي كنترول سيستم، ان انت طبعا بتموديل، لما تيجي تموديل مثلا اي كنترول سيستم فانت في عندك كذا طريقه، ممكن مثلا تستخدم السيف سبيس، ممكن تستخدم الترانسفير فانكشن. بعد كده طبعا يعني كلام بسيط يعني، ترانسفير فانكشن دي بعد كده انواع السيستم، اوبن لوب كلوز لوب برضو ممكن، ما اعتقدش انك ممكن تسيل في حاجه زي كده. الكنترولرز، انواع الكنترولرز ممكن تتسال فيها، بي كنترولر، اي كنترولر، بي اي دي، ده برضو ممكن يكون سؤال ام سي كيو، بي اي، بي اي دي، وهلم جره يعني، جميع انواع الكنترولرز انت ممكن تسال بس في الانواع بتاعت الكنترولرز يعني. الريسبونس بتاع اي سيستم مقسوم لجزئين، بينقسم لترانزيانت وستيدي ستيت، ممكن تسال في حاجه زي كده. التست سيجنال بالنسبه لك اللي هي الامبلس والستيب والرامب، ده اللي هو بيموديل الانبوتس اللي بتكون داخله على السيستم بتاعك، برضو ممكن تتسال في حاجه زي كده. الانواع يعني ممكن تتسال هنا في انواع التست سيجنالز اللي ممكن تبقى داخله على الكنترول سيستم بتاعك. دخل شويه بقى الدكتور في حته الفيرست اوردر سيستم والموديل، وعمل الموديل بتاع الفيرست اوردر سيستم، ده مش ده كده موديل سمبليفايد، المفروض الموديل الادق مفترض حاجه غير كده، المفروض كي على تي اعتقد لو انا مش ناسي يعني، على اس زائد كي على تي، حيث كده الجين والتي ده اللي هو التايم كونستنت بتاع السيستم يعني. بعد كده طبعا الموديلنج بتاع الفيرست اوردر برضو خد فكره عنه، وخد فكره عن الريسبونس بتاعه، عن الخارج بتاعه يعني بنجيبه ازاي، والمعادله بتاعته عباره عن ايه. بعد كده جزء السكند اوردر سيستم، دخل على السكند اوردر سيستم، والسكند اوردر سيستم برضو هو بسيط يعني، طبعا محتاج انك تبقى عارف المعادله الرئيسيه بتاعت السكند اوردر سيستم، محتاج تبقى عارف اليونيتي فيدباك بتاع السكند اوردر سيستم حاجه بالشكل ده، وعارف المعادله الرئيسيه، وعارف الكاركترستيك ايكويشن اللي هي المقام بتاع المعادله دي. وبعد كده تقدر ازاي ان انت مثلا تقول السيستم ده نوعه ايه، هل هو اندر دامبد ولا كريتيكال دامبد ولا اوفر دامبد ولا ان دامبد، بناء على ان انت بتحدد قيمه الزيتا، واخد بالك، وبعد كده تقول ان نوع السيستم ده ايه. طبعا درسنا بالتفصيل يعني هو طبعا درس لك كل نوع، قال لك مثلا لو الزيتا اقل من الصفر ده انستيبل سيستم، ممكن تتسال بقى في الاسئله دي، يجيب لك مثلا سيستم الزيتا بتاعته مثلا، او مثلا ممكن يسالك سؤال نظري، لو الزيتا مثلا الدامبنج ريشيو بالسالب معناها ان السيستم ده ستيبل ولا انستيبل، ممكن مثلا الزيتا بصفر معناها السيستم ده اندامبد اصلا. الاندامبد سيستم هو كريتيكال ستيبل سيستم، سيستم الخارج بتاعه بيفضل يوسيليت كده، اخد بالك، بس هو ما هواش، ما اقدرش اقول عليه انستيبل،
هو طبعا هو كريتيكال ستيبل او مارجن ستيبل يعني. يسألك مثلا لو زيتا من صفر لواحد طبعا ده ستيبل سيستم، ده اندر دامبد. طب لو زيتا بواحد ده كريتيكال، طب لو زيتا ب اكبر من واحد ده اوفر دامبد. فالحاجات دي كلها انت ممكن تتسأل فيها، وممكن طبعا تسأل فيها من خلال سيستم ان هو يجيب لك مسألة ويسألك فيها يعني. الكلام ده كله سهل. وبعد كده طبعا درسنا الريسبونس بتاع السكند اوردر سيستم بالتفصيل. طبعا لازم تبقى انت عارف الريسبونس بتاعك ده عامل ازاي، لازم تبقى عارف المعادله دي، وعارف المعادله دي نقدر نستخدمها بس في حاله ان الدخل بتاع السيستم هو يونت ستيب تمام كده، والسيستم بتاعك هو اندر دامبد، السيستم بتاعك اندر دامبد، والدخل بتاعك ستيب، يعني الدخل ستيب فانكشن سكند اوردر سيستم اندر دامبد سيستم، يعني الزيتا بتاعتك من الصفر لحد الواحد. طبعا حسابات بقى البيك تايم والكلام ده كله انت تحفظ القانون النهائي، ولو جات لك مسألة هتحل عادي زي ما احنا بنحل، زي ما انا حلل لكم في هناخد أمثلة، هنشوف أمثلة على الكلام ده بس. وآخر جزء بقى بالنسبة لك برضو محتاج تعرفه، هو كان ان احنا بدأنا ان احنا نimplement البي اي دي كنترولر ده. هو البي اي دي كنترولر عامة انت بتستخدمه في الكنترول سيستم ليه؟ بتستخدمه عشان تحقق 3 حاجات، عشان تحسن من الترانزينت بيرفورمانس، عشان تحسن من الستيدي ستيت ايرور، عشان تحسن من الاستابيليتي بتاعت السيستم. فهو ده الهدف اللي انا بيخليني استخدم البي اي دي كنترولر، 3 حاجات. قال لك طيب احنا عايزين بعد كده بقى ازاي ان احنا ممكن امبلمنت البي اي دي كنترولر ده باستخدام نيورال نتورك، وبالفعل قدرنا نعمل ده. والسؤال برضو النظر اللي انت ممكن تساله هنا هو انا مين احسن، او ايه الميزه في ان انا اصلا استبدل الكونفنشنال بي اي دي بنيورال نتورك. قال لك طبعا ان انت تستبدل الكونفنشنال بي اي دي بنيورال نتورك، قال لك النيورال نتورك اسرع، النيورال نتورك هتقدر تهندل مشاكل اعقد وكذا حاجه. برضو هتلاقي الكلام ده موجود عندك في الام سي كيو برضو، بس لازم تبقى انت عارف ميزه ان انت تمبلمنت البي اي دي كنترول باستخدام النيورال نتورك. ده تقريبا كده النظري بسرعه اللي انت ممكن تتسال فيه في الامتحان، وغالبا الحاجات دي بشكل عام كده انا حاططها في جزء الام سي كيو غالبا يعني. اغلب الحاجات كده انا مغطيها بسرعه في الام سي كيو. طيب هنقف كده دلوقتي شوية، بحيث ان لو حد عنده اي سؤال عايزين الناس تبدأ تسأل في الجزء ده. حد عنده سؤال ولا حاجة يا ريت الناس تسألنا في الجزء ده قبل ما ندخل على جزء المسائل. يعني احنا كده خلصنا في الاجندة بتاعتنا، خلصنا اول جزء، الجزء الاولاني خلاص اللي هو جزء ده فاست ريفيجن، يعني مراجعة سريعة كده من دون دخول في التفاصيل. بعد كده عايزين بس نشوف انواع البروبلمز اللي عندنا، وانت ممكن تتسأل في البروبلمز ازاي مسائل. بعد كده برضو الجزء الماتلاب واللي انت ممكن تسال فيه في جزء الماتلاب، ثم نشوف نبص على الام سي كيوات بتاعتنا. بس قبل ما نكمل عايز بس لو حد عنده سؤال، حد عنده استفسار، يا ريت نتفاعل مع بعض. حد عنده سؤال يا جماعة ولا ندخل على جزء المسائل؟ المسائل بقى يا باشمهندس، طيب يعني جزء النظري بس عشان الناس تبقى متخيله برضو لما تيجي تذاكر الجزء النظري. الجزء النظري مهم جدا، مهم جدا بالنسبه لك في الجزء النظري ان انت تبقى يعني عندك المعلومه بس حتى لو لقيتها قبل كده، بحيث ان انت تقدر تحل. بس هو ده الهدف. من طبعا امتحان ام سي كيو فالموضوع مش صعب، انت مجرد ما تقرا المعلومه هتلقطها ان شاء الله. بس الكلام اللي انا قلته ده دي كده الكي بوينت اللي انت ما ينفعش ما تبقاش عارفها في المنهج، يعني دي الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها في المنهج. طيب بعد كده جزء المسائل، جزء المسائل يا جماعه في الـ مش مهندس بارزة. بس اتفضل. هو بالنسبة للامتحان، هو كام نقطة نقطة مسائل؟ كم نقطة نظري وكم يعني، هو الامتحان وقته ما يسعش اكتر مثلا من 30 نقطة تمام. انت وانت بس غالبا يعني مش هيكون النظري، مش هيكون ممكن نص والنص مثلا ماشي، او ممكن النظري يكون نسبته اعلى حاجه بسيطه. تمام، بعد إذنك بس تبقى توضح لنا في المسائل هيجي إزاي النظري في الحاجات دي وكده. لا النظري، ما هو النظري بص في المسائل، سوري، المسائل مش النظري، هتقصد بتكلم المساله في تيجي ازاي المسائل يعني، يعني. قصدك المساله تيجي ازاي. اه طيب بالظبط كده. بص يا جماعه، جزء المسائل بقى ده اللي انا هبدا، ده اللي انا هنبدا نتكلم فيه، ده الجزء الثاني عندنا في الاجنده ان احنا جزء المسائل. طب انت اصلا في المنهج بتاعك عندك كام نوع من انواع المسائل؟ انت ما عندكش في المسائل غير هم 3 انواع بس، ولو هيجي مسائل هيجي مسألة منهم الـ3 انواع. النوع الاولاني هو السنجل لاير بيرسبترون، اللي هو السنجل لاير نيورال نتورك. بتبقى نيورال نتورك يعني خلية عصبية، يعني شبكة المفروض نتورك، بس هي في الاخر خلية عصبية واحدة
بعدد معين من الانبوتس، قد يكون 2 انبوت، قد يكون 3 انبوت على حسب. وهنا بيبقى مطلوب منك ان انت تستنتج الاوزان، تستنتج الويتس اللي بتربط الانبوتس دي بالخلايا العصبيه الواحده بس اللي عندك، طبعا بيكون ده الاوتبوت بتاعك. فدي مساله بيكون مساله سهله جدا، وهنشوف ممكن ازاي الحاجه دي بنحلها. تاني حاجه المالتي لاير نيورال نتورك، المالتي لاير او المالتي لاير بريسبتور، ده كنا بنحله بطريقه الباك بروباجيشن. الباك بروباجيشن برضو مهم جدا، يعني انا مثلا بتوقع ان لو اجيب يجيب على الباك بروباجيشن، ما يجيبش على بس انت هتذاكر الثلاثه يعني. اخر نوع من المسائل هو مسائل الكنترول سيستم. كنترول سيستم هما دول 3 انواع من المسائل اللي عندك. طبعا اسهلهم على الاطلاق هو انا شايف ان هو كنترول سيستم، لانك انت يعني عارفه اصلا من قبل كده. السنجل لاير نيورال نتورك برضو سهله جدا جدا يعني في حلها، ما فيهاش اي مشكله في الحل بتاعها. فخلينا بسرعه كده نعمل ريفيجن على كل نوع، ولو جالك هيجيلك ازاي، وازاي تحله في الامتحان. طيب النوع الاولاني معانا، النوع الاولاني هو نوع السنجل لاير نيورال نتورك. خليني اجيب لك مساله عشان برضو تبقى انت فاميليار على شكل المساله ممكن يبقى ازاي. عايزين مساله تبقى صعبه قوي. ماشي، ناخد مثلا مثال زي كده يا جماعه. طبعا المساله هيديك طبعا راس المساله في الاول، وبعد كده طبعا انت هتبدا تحل. طيب مفيش مشكله في الكلام ده. هناخد مثال على سبيل المثال الحصري، يعني لحاجه على السنجل لاير نيورال نتورك، او حاجه على السنجل لاير بيرسبترون. دي اول حاجه في المساله بيديها لك، بيديك الداتا. يبقى هو مثلا اول حاجه هيديك الداتا، هيديك الانبوتس بتاعتك اكس، يبقى مثلا اكس 1 واكس 2، يبقى انت في عندك 2 انبوتس. هيديك الديزايرد اوتبوت او التارجت بتاعه برضو. يبقى هو الجدول ده اول حاجه، اول جدول جيفن منه بتعرف الانبوتس اللي انت هتدخلها، ولكل انبوت بتعرف منه برضو عدد السامبلز، ده مهم جدا بالنسبه لك. عدد الانبوتس بتعرف منه الديزايرد اوتبوت مثلا، او الخارج لكل سامبل كام. طيب ايه تاني بيديهولك؟ بيديك الاكتيفيشن فانكشن، هيديك نوع الاكتيفيشن فانكشن. غالبا يعني في السنجل لاير بيرسبترون النوع هو ستيب فانكشن، من غير ما ايه من غير ما ندخل في التفاصيل. وبيديك الستيب فانكشن بتاعتك دي بادئه من عند الكام، هنا من عند الصفر، مفيش اي مشكله بالنسبه لك. طبعا البايز لو ما ادوهوش ليك، انت كده كده اصلا بتبداه بصفر. ممكن يديك برضو الليرنينج ريت، الليرنينج ريت لو ما ادوهوش ليك بتعتبره بواحد، لو ادهولك بتاخده باي رقم حسب ما هو يديهولك. وهيديك برضو الانيشال ويتس بتاعتك. يبقى دي كده معطيات المساله. اه معطيات المساله ممكن تبقى كلام كتير، بس المساله حلها سيمبل جدا. في حل النوع ده من المساله، المسائل يا جماعه هو طبعا هيحدد لك وهيمشي معاك واحده واحده، فخلونا كده بس نشوف النوع ده هيتحل ازاي. النوع ده عشان تتحل، كان اول حاجه انت بتعملها بتروح تتاكد هل الداتا دي، هل الداتا سيتس دي، هل هي لينير سيبربل ولا لا. فكنت بتروح توقع الداتا دي. انا مش عارف بقى الناس فاكره بتوقع الداتا دي ازاي ولا لا. لا بس الناس فاكره حاجه زي كده، عشان بس ما نضيعش وقت على حاجه المفروض الناس عارفاها. اه يا باشمهندس، حوار الداتا، توقيع الداتا، انت طبعا بتوقع الداتا اللي هو مديها لك، وبتتاكد ان هي لينير سيبربل. طبعا انت مش محتاج تعمل الخطوه دي، لان اصلا كده كده ما دام هو قال لك حل السنجل لاير يبقى هي المساله لينير سيبربل على طول. بس هو ممكن يديك اصلا داتا في اي مساله تانية ويقول لك هل الداتا دي لينير سيبربل ولا لا، فتقوم انت عامل محور للاكس، محور للاكس واحد، ومحور التاني للاكس اتنين، اللي هي الداتا بتاعتك، وتوقع الداتا دي. طبعا بتقسم الداتا دي مثلا، دول مثلا تقول ان هم اكس، ودول مثلا تقول ان هم او، وبتوقع الداتا دي وتشوف هل تقدر تفصل ما بين الداتا دي ولا لا، يعني بخط مستقيم. فدي دي قصه مش صعبه. بعد كده انا نسيت برضه اقول لك حاجه، ان هو ممكن، بس هو غالبا هيعمل كده، هيديك الشكل بتاعك، هيديك الشكل ده. ممكن ما يديوش ليك، ما اعتقدش. انا اعتقد ان هو يعني ايه، هيديك الشكل بتاع الخليه، بتاع النتورك بتاعتك، يعني بتاع النيورال نتورك بتاعتك. يعني مثلا انت عندك هنا داخلين، ادي داخله، ادي التاني، عندك الويت الاولاني، عندك الويت التاني، عندك ده البايز، وعندك الدبليو بايز اهو، عندك ده السم اوف برودكت، ده اللي هو السم اوف برودكت بتاعك. خلاص بعد كده عندك الاكتيفيشن فانكشن والاوتبوت بتاعك اللي هو الواي. طيب النوع ده المسائل يا جماعه هيسالك فيه ازاي، او لو انت مثلا جات لك مساله، طبعا كل الداتا اللي انا قلت لك دي هيديها لك. بعد كده انت اول خطوه بتعملها، اول خطوه ما دام انت عرفت ان المساله دي هي سنجل لاير نيورال نتورك، طب بتعرف ازاي ان هي سنجل لاير نيورال نتورك؟ بتلاقي ما فيش فيها غير انبوت لاير واوتبوت لاير، يعني ما فيش فيها غير انبوت واوتبوت بس، ما فيش هيدن لاير. يبقى انت كده عرفت على طول ان المساله بتاعتك دي هي سنجل لاير نيورال نتورك. طيب تيجي تحل المساله، تحلها ازاي؟ قال لك اول حاجه بتكون الجدول اللي قدامك ده. الجدول ده هو الجدول اللي هو اداهولك اصلا، اللي هو كان الانبوتس بتاعتك اكس 1 واكس 2 والتارجت. خلاص بتضيف عليه البايز،
بنضيف على البايس، بعد كده بنضيف الاوزان دبليو 1 دبليو 2 دبليو بي، بعد كده السم اوف برودكت، بعد كده الاوتبوت بتاعنا اللي هو بندخله على اللي هو خارج من الاكتيفيشن فانكشن، بعد كده الايرور يعني. وبتبدا طبعا تحط تملى طبعا الجدول ده وتحط الاوزان الانيشال اللي هو اديها لك. وفي مثلا دي كده بنسميها ايه، شوف احنا دي هنسميها السامبل رقم واحد، عشان لما يجي يسالك هيقول لك انت طبعا بتدخل في ايبوك، الايبوك بالنسبه لك هو ان انت بتمر على الاربع سامبلز. فهو هيجي يسالك مثلا يقول لك ايه، انا عندي في السامبل رقم واحد السام اوف برودكت بكام اللي هو اليو ده، خد بالك برضو من الترمز يعني، هو سام اوف برودكت هيسالك كده، السام اوف برودكت بكام، جبت السام اوف برودكت، طب السام اوف برودكت ازاي؟ قال لك ما هو السام اوف برودكت ده هو، نرجع كده للرسمه، هو اكس 1 في دبليو 1 زائد اكس 2 في دبليو 2 زائد بي اللي هي واحد اصلا في الدبليو بي، ده السام اوف برودكت يعني، مش محتاج انا كاتبه هنا برضو. عوضت جبت السام اوف برودكت، عايز الاوتبوت بتاعك بتدخل السام اوف برودكت ده على اكتيفيشن فانكشن بيديك الاوتبوت، بعد كده عايز تجيب الايرور، الايرور هو التارجت ناقص الايه، ناقص الواي. ممكن بقى هنا يمشي معاك سامبل سامبل، يقول لك مثلا في السامبل الاولى يا ترى السام اوف برودكت بكام، يا ترى الاوتبوت بكام، يا ترى الايرور بكام، او ممكن يقول لك يا ترى بس الايرور بكام. ولو في ايرور هتضطر تعمل ايه، طبعا هي اول سامبل ما فيهاش ايرور، بس تاني سامبل لما هو حسبها طلع فيها ايرور هيضطر ان هو يروح يابديت الويت. فممكن مثلا يجيب لك يشتغل معاك السامبل الاولى، وبعد كده يدخل معاك في السامبل الثانيه يقول لك ده في ايرور، اه طب هتعمل ايه، هتابديت، طب هتابديت الويتس ازاي، المعادله اللي انت بتابديت الويت منها اهيا بالنسبه للسنجل لاير نيورال نتوركس، ان الدبليو الجديده هي بتساوي الويت الجديد بيساوي الويت القديم بالاضافه الى الايتا ليرنينج ريت، ليرنينج ريت ده باي ديفولت واحد ما لم يذكر خلاف ذلك، مضروبه في الايرور مضروبه في الاكس اولد بتاعتك. خلاص طبعا ده كلام كله سيمبل يعني، انت تابديت الويتس، بعد ما تابديت الويتس هتروح تحسب وخلاص يعني، نوع المسائل ده نوع بسيط جدا. طب هو في الامتحان بقى هيجيب لك سامبل، هيجيب لك اتنين، هيجيب لك ممكن اصلا يجيب لك تو سامبلز بس يعني، مثلا اصلا في الجدول بتاعك الجدول ده اصلا ما يكونش فيه غير تو سامبلز بس، تو سامبلز بس كده، ويقول لك اشتغل ايبوك واحد، اشتغل ايبوك واحد يعني انت تشتغل لسامبل واحد وسامبل اتنين وبس وتقف شكرا وخلاص على كده. وهيسالك بقى اسئله كتير، خد بالك بس من الترمز يعني، تبقى انت فاهم يعني ايه سم اوف برودكت اللي هو اليو، تبقى انت عارف ان الاوتبوت بتاعك ده هو الخارج بتاع الاكتيفيشن فانكشن، بعد كده عارف ان الاكشوال اوتبوت بتاعك اللي هو الواي ده اللي هو الاكشوال اوتبوت، التارجت ده اللي احنا اصلا عايزين نحققه، الفرق بينهم هو الايرور، وازاي ان انت تعمل ابديت للويتس في الحاله بتاعتنا دي. بس ده كل المطلوب منك تعرفه في النوع ده من المسائل، لو حد عنده مشكله في النوع ده من المسائل يا ريت ايه، يا ريت يعرفه. طب عرفنا بس يا باشمهندس، هو بالنسبة للام سي كيو هيجي في النقطة الابديت دي ازاي؟ هيجي في يعني الايه؟ هيسألنا ازاي في النقطة الأخيرة في بتاعة الابديت في الام سي كيو؟ يعني حلو هيقول لي الكلام، مثلا حلو لو الكلام، حلو الكلام. هو هيجي يعمل لك ايه؟ هيجي دلوقتي يديك مثلا مسألة، المسألة دي مثلا ممكن تبقى فيها تو سامبلز بس الموضوع كان هياخد وقت عشان كده لما ايه؟ ما عملتش يعني، فما علينا. هيجي مثلا يسألك ايه؟ خد بالك مثلا ناخد احنا في الايبوك الأولاني كده، أنت اشتغلت مثلا السامبل الأولى طلع في سي مثلا، افترض ان طلع في السامبل الاولى دي ايرور ماشي، هيروح يسالك يا ترى، يا ترى الويتس مثلا، او ممكن يعمل ايه، ممكن يعني يديك مثلا يديك تو سامبلز بس، هما تو سامبلز بس، تو باترنز بس يعني، ويجي يعمل ايه، يجي يخليك تحل المساله، وفي اخر المساله يقول لك ايه يا ترى دبليو 1 بكام ودبليو 2 بكام ودبليو بي بكام، بس ما تطلبش اي حاجه تانيه، يبقى هما 3 نقط للمساله وخلاص على كده. هو لا يطلب منك سم اوف برودكت، ولا يطلب منك الاوتبوت، ولا يطلب منك الايرور، ولا يطلب منك حاجه خالص، هو يطلب منك الويتس اللي في بعد في نهايه ايبوك معين وخلاص، يقول لك في نهايه الايبوك الاولاني الويت الاولاني بكام، الويت الثاني بكام، الويت بتاع البايز بكام، وشكرا. انت غصب عنك وانت شغال لو لقيت مثلا ان ظهر ايرور في السامبل الاولى بتروح غصب عنك تابديت الويتس، فهتابديت الويت عادي جدا وخلاص وتحط الويتس هنا، وبالنسبه لك هم تو سامبلز بس، فالايبوك عباره عن تو سامبلز، فانت لحد هنا كده خلصت الايبوك، انت اشتغلت السامبل الاولى واشتغلت السامبل الثانيه، خلص الايبوك خلاص، يبقى تاخد الويتس النهائيه دي حتى لو فيها ايرور وتديها له. طب هو مثلا ممكن يسالك سؤال، طب الايرور بكام، تقول له برده الايرور بكام لو سالك فيه. فكل حاجه بتيجي من الجدول البسيط ده، ولو هيسالك هيسالك بنفس الاستراتيجيه اللي قلتك على دي، مش هيخرج عن الكلام اللي احنا بنقوله ده. ماشي اسمعي، وضحت ولا ايه؟ واضحة يا باشمهندس. طيب النوع ده سهل يا جماعة، مش محتاج ان احنا نضيع في وقت كتير يعني،
فده النوع الاولاني اللي هو السنجل لير نيورال نتورك، مش محتاجه. ولو جات لك هي، لو جات لك تبقى هو سهل عليك، هو هيديك الرسمه، هيديك الداتا، هيديك نوع الاكتيفيشن فانكشن، هيديك كل حاجه. انت كل ما تطلب منك هتروح تكريت التيبل، هتكون التيبل ده وتشوف هو عايزك تشتغل كام ايبوك، وهيكون حاجه سهله مش حاجه تاخد وقت عشان الامتحان اصلا ساعه. عشان كده بنقول ان ما تقلقوش يعني. طيب طبعا النوع الثاني من المسائل يا جماعه هو المالتي لير، وده بيحرق وقت يعني، ايه هياخد وقت منك. ولو جاب لك اقصى حاجه يجيبها لك هي يعني انا شايف يعني ان هو تبقى تول يعني. هما طبعا هما كده اصلا هيكون انبوت لاير، هيد لاير، اوتبوت لاير. بس الفكره في النوع ده من المسائل لو هو جابه لك اللي هو المالتي لاير ده، اقصى حاجه اعتقد والله اعلم يجيب لك تو نيورونز بس، خليتين عصبيتين بس. ان ثلاثه دي ده دي فاينل بقى، ثلاثه دي فاينل، انت فاهمني؟ لكن مد مثلا عشان الوقت فهو خليتين عصبيتين وفقط. عندك طبعا هنا الانبوت لاير، وعندك ده الهيدن لاير، وعندك ده الاوتبوت لاير. طيب خلينا نفتكر مع بعض طريقة حل النوع ده من المسائل. سهل جدا برضو، ما فيش فيه اي مشكلة يعني. النوع ده من المسائل برضو سهل جدا، ما فيش فيه اي مشكلة في طريقة حله. ناخد مثال يعني عشان بس ده برضو ما نضيعش وقت يعني. في النوع ده يا جماعة المسائل هيكون مديك ايه؟ خلينا، عايز اجيب مثال سهل يعني، ده مثال الصعب لا، عايزين السهل لو ما ياخدش وقت معانا. ده المثال السهل ما ياخدش وقت، ويتسال فيه عادي جدا في الامتحان بدون اي مشكلة، وان شاء الله تحله يعني. ده كده الفكرة التانية او النوع التاني من المسائل بتاعتنا. اول حاجة هيديها لك زي ما انت شايف في الشيت، اول حاجة هيديها لك الشكل. فشكل النتورك دايما هو مديهولك، وبيديك الداتا اللي الداتا دي اللي هي ايه، عبارة عن الانبوتس اكس 1 واكس 2 مثلا، والديزايرد اوتبوت بتاعك، الاوتبوت اللي هو اصلا انت محتاج توصل له. طيب بعد كده هيديك برضو شوية حاجات يعني، مثلا هنا مديك مثلا بيقول لك 2 في 1 في 1، 2 في 1 في 1 ده يعني 2 انبوتس، الانبوت لاير 2 فيها 2 انبوت، الهيدن لاير فيها فيها خلية عصبية واحدة بس سنجل نيورون يعني، والخلية الخارج فيها نيورون واحد برضو بس، ماشي كده. وبعد كده بيقول لك استخدم الاكتيفيشن فانكشن هي سيجمويد، تمام مفيش اي مشكلة حد كده. بعد كده يقول لك البايز، ما ادكش البايز، البايز بواحد برضو عشان اختلف. عايزك تعمل ايبوك، عايزك تعمل ايبوك كامل تبرفورم. طبعا ايبوك ده يعني كتير بالنسبه للنوع ده من المسائل، ايبوك ده حاجه كتيره مش حاجه قليله. هو مش هيطلب منك ايبوك ان شاء الله، مثلا ممكن يطلب منك الداتا او النتيجه بعد السامبل الاولى، يخليك تشتغل سامبل واحده بس ويقول لك بعد السامبل الاولى دي او بعد الباترن الاولى دي اللي انت اشتغلتها دي كده، يا ترى الاوزان بتاعتك بكام، وخلاص ويوقفك لحد كده. وبرضه هيكون مديك الليرنينج ريت، زي مثلا الليرنينج ريت ما قالكش على الليرنينج ريت يبقى الليرنينج ريت بواحد، قال لك على الليرنينج ريت يبقى الليرنينج ريت بتاخده بالرقم اللي هو بيقول لك عليه. طيب ندخل نشوف المساله دي مثلا على سبيل المثال، يبقى هي دي الداتا اللي هو مديها لك عشان تحل مساله زي كده. برضه بنعمل طبعا المساله في الحاله دي طبعا بتشوف انت الاول هتمشي كام سامبل. هو صحيح معلش يا جماعه مش مديك هنا الانيشال ويتس، هيبقى مديها لك في الامتحان، هو بس نسيها في الشيت، هيديك الانيشال ويتس في الامتحان، انا مديها لك في الشيت اهو في الحل يعني. انا فارض الانيشال ويتس كده، هو انت مش هتفرض في الامتحان، هو هيديها لك بالفعل. طيب طبعا في المالتي لاير الحل بتاعك برضو سيمبل جدا، مفيش فيه تعقيد. انت مثلا بتدخل على الايبك الاولى، طيب تسال نفسك هي الايبك الاولى دي فيها كام سامبل او فيها كام باترن، قال لك نرجع نشوف المساله، قال لك اتنين، ادي سامبل وادي التانيه، يبقى سامبل والتانيه. ارجع كده للمساله بتاعتي، يبقى انا هعمل ايه؟ هدخل على الايبك الاولانيه. طيب في الايبك الاولانيه دي في عندي تو سامبلز، يبقى ابدا بالسامبل الاولى. في كل سامبل بعمل فيد فورورد وبعمل باك بروباجيشن. فيد فورورد وباك طيب انا في الاول ببدا بالفيد فورورد، انا بدات في السامبل الاولى الفيد فورورد. بتكون الجدول الطويل العريض ده، مش عارف بقى انت هتكونه يعني، حاول بقى بالراحه كده واحده، اكس 1 اكس 2 تي، ده الحاجات اصلا اللي هو مديها لك. بعد كده النت بتاع الخليه الاولى. النت بتاع الخليه الاولى، طب بعد النت بتاع الخليه الاولى الاوتبوت بتاع الخليه الاولى، طب بعد كده النت بتاع الخليه الثانيه، الاوتبوت بتاع الخليه الثانيه، الايرور. طبعا الايرور هنا بيكون مين سكوير ايرور، بنحسبه عن طريق ايه؟ المعادله اللي انت شايفها قدامك دي، مش زي السنجل لاير يعني. طيب نرجع تاني للرسم عشان نشوف النت بتاع الخليه الاولى. النت بتاع الخليه الاولى ده هو اكس 2، او خلينا نبدا كده، اكس 1 في دبليو 1 1 زائد اكس 2 في دبليو 2 1 زائد الواحد في دبليو بي
واحد، ده كده بنسميه النت بتاع الخليه الاولى. طب الاوت بتاع الخليه الاولى قال لك هو لما تاخد النت ده تدخله على اكتيفيشن، تاخد النت بتاع الخليه تدخله على اكتيفيشن فانكشن اللي هي سيجمويد، بيديك الاوتبوت بتاع الخليه الاولى. طيب بالنسبه للخليه الثانيه، النت بتاع الخليه الثانيه هو ايه؟ هو الاوتبوت بتاع الخليه اللي قبلها اللي هو الاو مضروب في دبليو 1 2 زائد الواحد مضروب في الدبليو بي 2، ده كده بيساوي ايه؟ بيساوي النت بتاع الخليه دي. طب لو عايز اجيب الاوتبوت بتاع الخليه، قال لك تاخد النت ده وترميه في السيجمويد، يديك الاوتبوت بتاع الايه؟ بتاع الخليه رقم 2. فطبعا الكلام ده معمول في الجدول، انت مش يعني طبعا خد بالك ان الرسم اصلا بتكون معطى، معطى ومعطى مين دبليو 1 1 ومين دبليو 1 2، الكلام ده كله معطى عشان ما يكونش فيه توهان، ده ام سي كيو ما ينفعش ما يديكش حاجه زي كده. بتكون الجدول ببساطه، ده النت بتاع الخليه الاولى، ده الاوتبوت بتاع الخليه الاولى، ده النت بتاع الخليه الثانيه، ده الاوتبوت بتاع الخليه الثانيه، ده الايرور. فبتيجي انت شغالين في السامبل الاولى اهو، طبعا معايا اكس 1 ومعايا اكس 2 ومعايا كل حاجه ومعايا الاوزان الانيشال تحت اهي، بديها لك برضو معطى، هتعوض وتطلع الرقم الاول، هتعوض تطلع رقم، تطلع الاوتبوت بعد كده. خد بالك ان السيجمويد للناس اللي نسيت هي 1 على 1 زائد اي اس سالب اليو، دي السيجمويد. قلنا نحفظ السيجمويد، وبرضو خد بالك اعرف التانش مش مشكله، برضو مش هتخسر لو عرفتها يعني. جبت طبعا الاو، جبت اليو 2 خلاص مفيش مشكله. بعد كده عايز تجيب الخارج بتاع السيستم، برضو هتعوض، برضو هتاخد اليو 2 دي ان هي النت بتاع الخليه الثانيه، تعوض في الاكتيفيشن فانكشن اللي هي السيجمويد يطلع لك الواي. عايز تجيب الايرور برضو مفيش اي مشكله في الايرور، هتحسبه يعني. هو ممكن مثلا ايه، ممكن يجي مثلا يجيب لك مساله زي كده ويجي لحد كده يسالك يقول لك يا ترى الايرور بكام، يا ترى مثلا الاوتبوت بتاع الخليه بكام في الفيد فورورد. يعني انت مثلا دخلت في السامبل الاولى، يقول لك في السامبل الاولى في الفيد فورورد يا ترى الاوتبوت بتاع السيستم بكام والايرور بكام. فده كده السؤال اللي انت ممكن تساله هنا. بعد كده بتبدا، او ممكن طبعا ما يسالكش في الكلام ده، ممكن ما يسالكش اصلا في الفيد فورورد، ويسالك في نهايه السامبل على الاوزان في نهايه السامبل. احنا بعد لما بنعمل اول خطوه يا جماعه، خطوه الفيد فورورد، بعد كده بنبقى عايزين نحدث الاوزان. بنحدث الاوزان ازاي؟ قال لك بنروح نعمل باك بروباجيشن. طب والباك بروباجيشن ده فاكرين كنا بنعمله ازاي؟ انا والله نسيت، بس خلينا نفتكر مع بعض. اول حاجه كنا بنحسب الدلتا لكل خليه. انت عندك مثلا كام خليه في المساله؟ قال لك انا عندي خليتين، يبقى احسب الدلتا بتاعت الاوتبوت، دلتا الاوتبوت، واحسب الدلتا بتاعت الخليه رقم واحد دي. طيب كنا بنحسب ازاي الدلتات؟ الناس معايا ولا حاسس الناس نامت، او انا اللي نمت يعني؟ انتوا معايا ولا ايه؟ معاك يا باشمهندس، الدنيا واضحه شويه ولا العمليه راحت في اتجاه تاني؟ واضحة. طيب ماشي كويس. فالخطوه الثانيه بعد ما خلصت الفيد فورورد بالنسبه للسامبل الاولى، بتدخل على الباك بروباجيشن. في الباك بروباجيشن بتحسب الدلتا بتاعت كل خليه. طب الخليه الاولى عايز احسب الدلتا بتاع، او بنبدا بالخارج طبعا، هي باك بروباجيشن بتبدا بالخارج. بدات بالخارج، عايز تحسب الدلتا 2. الدلتا 2 بتساوي ايه؟ او دي هي الدلتا اوتبوت يعني. قال لك هي عباره عن محفوظه واي في 1 ناقص الواي في تي ناقص الواي، ودي كلها حاجات موجوده في الجدول يعني. بص كده رجعت الجدول، الواي اهي، الواي اهي ماشي كده، والتي اهي، خلاص شكرا كده حسبت الدلتا بتاعت الاوتبوت. بعد كده عايز تحسب الدلتا بتاعت الخليه اللي قبلها بقى، اللي هي الخليه رقم واحد يعني دلتا واحد. فانا عشان مش متذكر قوي القانون، هو الاوتبوت في 1 ناقص الاوتبوت بتاع الخلية في الدلتا بتاعت الاوتبوت في دبليو 1 2. طيب نرجع كده، خليني امسح الجزء ده كده. قال لك دلوقتي انت حسبت دلتا نود، عايز تحسب الدلتا واحد. قال لك الدلتا واحد دي بتساوي ايه؟ قال لك الدلتا بتاعت الخليه رقم واحد، دلتا الخليه رقم واحد هي عباره عن الاوتبوت بتاع الخليه رقم واحد في 1 ناقص الاوتبوت بتاع الخليه رقم واحد مضروبه في مين؟ مضروبه في في الوزن اللي رايح له. بالظبط الوزن اللي رايح له في الدلتا نوت اللي هي برضو رايحه لي، او اللي بعدها يعني. بس كده يبقى انت قدرت تحسب الدلتا واحد. طيب بعد ما حسبت الدلتا واحد، تبدا بقى تعمل ابديتنج للويت. يبقى انت بتحسب اول حاجه الدلتا لكل خليه، بعد ما تحسب الدلتا لكل خليه بتابديت الويتس بتاعتك. بس لما تيجي تابديت الويتس، بتابديت الويتس اللي رابطه برضو مع كل خليه. يعني مثلا ايه، بتيجي مثلا كده في الشكل، يا ترى في كام ويت رابط على الخليه رقم 2؟ 2، يبقى نابديت التو ويتس دول اللي هو دبليو بي 2 والدبليو 1 2. مثلا عايز ابديت الويتس اللي رابطه على الخليه 1، ابديت طب في كام ويت اصلا رابط على الخليه رقم 1؟ قال لك 1 2 3، يبقى انا بابديت الثلاثه دول مع بعض. في الابديت بتاع الويتس نتذكر مع بعض برضو، الابديت بتاع الويتس
قال لك لو انت مثلا عايز تابديت الويت بتاع الخليه الخارج، فالويت الجديد هو بيساوي الويت القديم زائد الايتا اللي هي الليرنينج ريت مضروب في الـ في الاوبزرف او في الاوتبوت يعني، معلش معلش اللي هو الانبوت يعني، معلش ده الانبوت مش الاوتبوت، انبوت الخليه مضروب في الدلتا بتاعت الخليه اللي انت شغال عندها. يعني نرجع كده بسرعه، نرجع بسرعه، لو انت حابب تجيب، لو انت حابب تجيب دبليو بي 2 نيو تساوي دبليو بي 2 اولد زائد، قال لك زائد الايتا ليرنينج ريت مضروب في كام؟ الليرنينج ريت مضروب في الانبوت، الانبوت بواحد مضروب في الدلتا بتاعت الخليه اللي شغال عندها دلتا 2 اللي هي الدلتا بتاعت الخليه دي. طب انا مثلا عايز احدث دبليو 1 1، احدثه ازاي؟ قال لك دبليو 1 1 نيو هو بيساوي دبليو 1 1 اولد، اخد لي بالك، زائد افتح قوس الايتا اللي هو الليرنينج ريت مضروب في الانبوت اللي هو اكس 1 مضروب في مين يا جماعه؟ مضروب في الدلتا بتاعت الخليه اللي شغال عندها، يبقى دلتا 1 بس. سهل جدا، هتحدث الخمس اوزان، وهو لو هيسالك هيجيب لك مساله زي كده هيسالك على الخمس اوزان اللي انت وصلت ليهم في نهايه السامبل الاولى، ادي الوزن، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس. اي نعم دي طويله شويه، ولكن مساله انا شايف ان هي سهله، مش مشكله، انت بتكون الجدول وبتحل مساله عاديه يعني، ما فيهاش حاجه، بس هي طويله شويه خلاص. عشان كده هو في الامتحان مش هيسالك اكتر من سامبل يعني، هو مش هيدخلك على السامبل الثانيه، هو السامبل الثانية زي السامبل الأولانية مفيش أي اختلاف فيه. إيه اللي يخليه إن هو ماشي؟ اتفضل اللي سأل. لو سمحت يا باشمهندس، هو الدكتور اصلا قال الامتحان هيبقى توزيعته ازاي من ناحية كام مسائل مثلا، والله يا كام جماعة نظر؟ انتوا المفروض كنتوا سألتوه يعني، انتوا اللي مهتمين، انتوا اللي هتمتحنوا مش أنا. قصدي ما قالش يعني، ما قالكش حاجة؟ هو الامتحان بص، هو الدكتور كويس يعني، إن شاء الله إيه الامتحان يكون كويس يعني، قصدي اقول لك ان مش هيزنق في الوقت ولا حاجه ان شاء الله، بس هو مسائل يعني ممكن تقول 50% مسائل 50% نظري، فاهمني؟ والماتلاب طيب. ما احنا جايين بقى، ما ده احنا بس نخلص المسائل خلاص، احنا كده يا جماعه الماتلاب موجود برضو في الاجنده معانا، فعشان بس من ايه، ما فيش حاجه تدخل على حاجه. في حد عنده مشكله في مسائل المالتي لير؟ مسائل المالتي لاير في الامتحان لو هيجيب لك، هيجيب لك كل يعني طبعا مسألة عادية خالص، بس لو جاب لك هيجيب لك اولا عدد سامبلز قليلة، ثانيا مش هيخليك تشتغل غير هي سامبل واحدة بس، تشتغل فيد فورورد ويسألك في نهاية الفيد فورورد على كل حاجة مثلا، ويجي مثلا يشغلك باك بروباجيشن ويسألك على الاوزان في نهاية الباك بروباجيشن وخلاص، على سامبل واحدة بس، مش هيخليك كمان تكمل ايبوك يعني، مش لازم تكمل ايبوك، انت فاهمني؟ اصل الايبوك ده لو هو مديك 2 سامبل بس، فعشان تدخل على الايبوك اللي بعده قصة، او تدخل يعني تعمل تو سامبلز، ما انت عشان لو سالك على مساله زي كده، لو سالك ان انت تعمل ايبوك كامل هتعمل تو سامبلز او تو باترنز، مشكله هتاخد منك وقت كبير جدا، فمفيش وقت. فعشان كده بقول لك ان شاء الله هو مش هيطلب اكتر من اللي احنا بنقوله ده. حد عنده مشكله يا جماعه في النوع ده من المسائل؟ معايا؟ ندخل على اللي بعده؟ ندخل على اللي بعده. طيب اخر نوع معانا في المسائل في الامتحان ممكن يجي لك في الامتحان، وهو الشيت الاخير بتاعنا، وهو كان شيت لو الناس فاكره كان شيت كنترول سيستم، وعيب بصراحه بمعنى يعني ايه اتكلم معاكم في كنترول سيستم يعني، انتوا كنترول واحد وكنترول اتنين، فالدنيا يعني مش محتاجه يعني. طيب لا هو محتاج هندسه على الابيض اساسين كنترول. طيب هو لو في حاجه جت في الكنترول فهي هتبقى حاجه بسيطه ان شاء الله، حاجه مثلا زي ممكن مثلا كويشن واحد او اتنين مثلا، مش شايف كويشن واحد او اتنين، او يعني لو هو بقى عايز يجيب حاجه صعبه شويه هيروح يجيب كويشن سته يعني، ما اعتقدش ان هو يجيب كويشن سته يعني. تمام ايا كان، بصوا خلينا نفتح كده الشيت بتاعنا، الشيت تلاتة. طيب يا او شباب، بلوك ونعمل له ريدكشن يا باشمهندس، لا لا بلوك لا كبير بلوك ده ما كده. بيفش الكلام ده يا عم، احنا مش في كنترول، لا 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 لا. تمام، بصوا يا جماعة بالنسبة للجزء الأخير بقى معانا في جزء المسائل، عشان احنا طولنا خدنا وقت أطول من الوقت اللي احنا كنا حاطينه للمسائل، بس المسائل تستاهل بصراحة، هي سهلة يعني، عشان برضو بقى أنت خدت فكرة على جميع الأنواع اللي معانا يعني. النوع الأخير هو مسائل الكنترول سيستم، مسائل الكنترول سيستم مسائل سهلة جدا، كل اللي هيعمله عندك هيجيب لك هيديك ترانسفير فانكشن لسكند أوردر سيستم، حاجة بالشكل اللي قدامك ده، ويكون عايز منك ان انت تعمل استيميشن للترانزنت بيرفورمانس او ترانزنت سبيسيفيكيشن للسيستم ده عند لما يدخل غالبا يونت ستيب، يعني غالبا لما يدخل دخل يونت ستيب،
يبقى السيستم مديهولك، هو مديك الترانسفير فانكشن بتاعته، وهيدخل دخل عندك هو ستيب اللي هو واحد على اس يعني، وعايزك تشوف الاوتبوت بس مش في الاس بقى، عايزك تجيب الاوتبوت ده في التايب، عايزك تشوف السي اوف تي يعني، وعايزك تعمل استيميشن لشويه حاجات تتعلق بالترانزيانت بيرفورمانس بتاع السيستم، اللي هو ايه؟ اللي هو الدامبنج ريشيو، هو مش دامبنج ريشيو يعني، ليه علاقه بالترانزيانت، هو الرايز تايم، الديلي تايم، البيك تايم، البرسنتج اوفر شوت، السيتلنج تايم. طبعا 5% كرايتيريان او 2% كرايتيريان على حسب ما هو يقول لك يعني. النوع ده من المسائل يا باشمهندسين بسيط جدا، انت اول حاجه بتعملها في الحاجه زي كده، انت معاك الترانسفير فانكشن، قال لك اه، بتقوم واخد الكاركترستيك ايكويشن اللي هي الدي وفي الاس المقام يعني. طيب المقام بتاعك هنا هو ايه؟ اس تربيع زائد 2.4 اس زائد 9، ادي الكاركترستيك ايكويشن دي اول حاجه حصلت عليها. بعد كده طبعا لو سالك في حته السيستم ده ستيبل او مش ستيبل، فانت تقدر تاخد المعادله دي وتدخلها الحاسبه، تدخلها معادله تربيعيه، تجيب الجذور بتاعتها وتوقع الجذور. الجذور بتاعتك لو كلها واقعه على ايدك الشمال في الليفت يعني، فبتتكلم سيستم ستيبل، اليمين يبقى سيستم ان ستيبل، على المحور يبقى السيستم على محور الايماجينري يعني، فالسيستم يكون مارجن ستيبل. غالبا السيستم اللي هيدولك لازم هيكون ستيبل، فالجذور بتاعته هتكون واقعه في الشمال من غير حتى يعني، هو مش هيسأل، ما اعتقدش انه يسالك في حته هل السيستم ستيبل ولا لا، بس هو مسؤول، انت مسؤولها يعني في الشيت. بعد كده بتبدا تعمل ايه؟ بعد كده بتبدا تجيب الاوميجا ان والزيتا. طب بنجيبهم ازاي؟ قال لك بتروح تشوف اصلا الشكل، الشكل الستاندرد بتاع السكند اوردر سيستم. الشكل الستاندرد بتاع السكند اوردر سيستم هو حاجه عامله كده، فبتيجي تقارن بقى، تقول ان 2 زيتا اوميجا ان بتساوي 2 زيتا اوميجا ان بتساوي كام؟ بتساوي 2.4، يبقى 2.4، والاوميجا ان تربيع والاوميجا ان تربيع بتساوي، تطلع كده بالراحه تلاقي ان هي بتساوي 9، تنزل بتساوي 9، ماشي كده الكلام كده. انت طبعا اذا الاوميجا ان ب 3، 3 راديان بير سكند، راديان بير سكند، وعندك اذا تقدر تحط الاوميجا ان هنا وتحسب الزيتا، تطلع الزيتا مثلا بكام؟ طلع الزيتا ب 4. قال لك لو الزيتا بتاعتك محصوره من الصفر والواحد، نوع السيستم ده ايه يا جماعه؟ لو الناس فاكره تجاوب من الصفر الواحد انستيبل. لا، من صفر لواحد، من صفر اندر دامبنج، اندر دامبنج عادي. اقل بس الزيتا لو اقل من الصفر هو اللي بيكون بيكون انستيبل يعني، لكن ده اندر دامبد عادي جدا، والانبوت بتاعك ستيب، يبقى الريسبونس انت حافظه. الريسبونس ده هو السي اوف تي واحد، واحد ناقص اي اس سالب زيتا اوميجا ان تي على الجذر واحد ناقص زيتا سكوير كوزين اوميجا دي تي ناقص فاي. كل ده انت معاك يعني، اوميجا دي ده اصلا هو بيكون الناتشرال ده اندامبت فريكوانسي اللي هو الاوميجا ان مضروب في جذر واحد ناقص زيتا سكوير، اهو تقدر تحسبه برضه بالريديان بير سكند، بس ده الدامبت فريكوانسي يعني. الفاي تقدر تحسبها، التان انفرس الزيتا على جذر واحد ناقص زيتا سكوير، مفيش اي مشكله فيها. الزيتا معاك والاوميجا ان معاك، كل ده كلام بسيط، تقدر تجيب الريسبونس يعني. طيب الريسبونس ده غالبا مش يعني، لو سالك فيه مفيش مشكله، هتديله المعادله، هتختصر المعادله وتديها له، ما سالكش فيه خلاص مش لازم يعني. طبعا ده الريسبونس، ده شكل الريسبونس بتاعك، حاجه عامله كده. الريسبونس ده هو ده كده الخارج بتاع السيستم بتاعك مع الزمن. انت كنت مدخل السيستم ده ايه؟ مدخل لواحد يعني، انت عايز السيستم ده يوصل لواحد، عايز الاوتبوت بتاعه برضه يبقى واحد، انت كنت مديله الار اوف اس بواحد او واحد على اس اللي هي كانت ستيب يعني، فالمفترض برضو عند لما يستقر عند الواحد، تمام. طيب هو طبعا ما استقرش بسرعه، ده هو خد فتره ترانزيانت زي ما انت شايف، قعد طبعا يوسيليت شويه كده قبل ما يستقر. طبعا دي مرحله الستيدي ستيت، دي ستيدي ستيت، ودي مرحله الترانزيانت. هو في الترانزيانت طالب منك شويه حاجات، طالب منك ايه؟ تعال نشوف كده. طالب منك اول حاجه اسمها الرايز تايم، تي رايز. طب التي رايز ده بيساوي ايه؟ التي رايز ده بيساوي الباي ناقص البيتا على الاوميجا دي. الاوميجا دي احنا لسه جايبينها، كانت الاوميجا ان في جذر واحد ناقص زيتا سكوير، واحد ناقص جذر واحد ناقص زيتا سكوير، خلاص. طب البيتا دي نحسبها ازاي؟ قال لك البيتا عايز تحفظ القانون وتريح نفسك، احفظه القانون اهو، هو تان انفرس الجذر التربيعي الواحد ناقص زيتا سكوير على زيتا. عايز توقع الجذور بتاعت المعادله في الاس بلين زي ما انت شايف، ودي كده زاويه بيتا، وتحسبها بحساب المثلثات، مفيش مشكله، اللي يريحك اعمله، المهم انك تحل وتعرف في الاخر تحسب الرايز تايم. الرايز تايم هيطلع تقريبا 7 من 10 ثانية. بعد كده هيطلب منك الديلي تايم. الديلي تايم هو عبارة عن الرايز تايم على 2،
هنفهم كل تايم دلوقتي بس بسرعه ازاي تحسبه. بعد كده هيطلب منك البيك تايم، ازاي تحسب البيك تايم؟ قال لك البيك تايم ده هو عباره عن الباي على الاوميجا دي. الاوميجا دي خلاص احنا حاسبينها اصلا، هي اوميجا ان في الجذر التربيعي لواحد ناقص زيتا سكوير. يدخل بعد كده يسالك في الماكسيمم بيك او الماكسيمم اوفر شوت برسنتج، يعني برضو القانون بتاعه بسيط جدا، هو اي اس سالب افتح كوس زيتا على جذر واحد ناقص زيتا سكوير باي في 100. تقدر تحسب في الحاله دي الماكسيمم اوفر شوت 25%. واخيرا السيتلينج تايم، السيتلينج تايم ده في منه 2% كرايتيريان وفي منه 5% كرايتيريان. 2% كرايتيريان و5% كرايتيريان. 2% كرايتيريان ده معناه ان انت عند لما توصل ل 2% ستيدي ستيت ايرور بلس او ماينس، وعند لما توصل ل 5% ستيدي ستيت ايرور. يعني حسابه سهل برضو. حسابه اول حاجه بتحسب التايم كونستانت، تايم كونستانت هو واحد على زيتا في اوميجا ان بالنسبه للسيستم بتاعك يعني. بعد كده لو انت عايز تحسب ال 2% سيتلينج تايم، 2% كرايتيريان سيتلينج تايم، فهو بيكون 4 في التايم كونستنت. لو انت عايز تحسب ال 5% كرايتيريان هو 3 في التايم كونستنت، عشان بس الدنيا ما ايه ما تلخبطش معاك حسب ما هو طالب منك تحسب، ما يكونش مثلا طالب منك 2% وتروح تدي له 5%. طيب في الاخر خالص لو انت جيت تبص على الكلام اللي احنا حسبناه ده هو عباره عن ايه على الرسمه، همسح الكلام ده واوضح لك هو عباره عن ايه. كل اللي احنا جبناه ده يا جماعه بنسميه الترانزيانت بيرفورمانس بتاعنا. ده معناه ان الرايز تايم، الرايز تايم هو التايم اللي بياخده من الصفر لحد ما بيوصل ل 100%، اول 100%. يبقى الرايز تايم تقريبا احنا حسبناه كان تقريبا 75 من 100 من الثانيه. الديلي تايم هو نص الرايز يعني تقريبا هنا كده. البيك تايم ده هو التايم اللي بياخده لحد ما يوصل لاول بيك اللي هو التايم ده كده تقريبا، كان مش عارف كان دقيقه كان ثانيه وكسر. بعد كده طبعا في عندك السيتلينج تايم، السيتلينج تايم اللي هو من هنا لحد هنا كده اللي هو بياخده لحد ما الترانزيانت ريسبونس ده بيخلص يعني ماشي. والسيتلينج تايم تقريبا كان مش عارف 3 ثواني ولا ايه، او انا مثلا 3 ثواني ونص فعلا عند هنا كده، عند 3 ثواني ونص تلاقي السيستم بدأ يستقر يعني يوصل للستيدي ستيت فاليو بتاعته. واخر حاجه طبعا انت حسبتها برضو، حسبت الماكسيم اوفر شوت. الماكسيم اوفر شوت بتاعك هو 25% عن القيمه اللي انت كنت عايزها، يعني هو عمل شوت كده ب 25% عن القيمة اصلا اللي انت كنت عايزها. طيب ده كده النوع التاني من المسائل اللي انت ممكن تتسأله، مفيش حاجة تاني يعني. هو ده كده، في طبعا افكار تانية بس غالبا دي الفكرة الاشهر اللي لو جت يعني بنسبة كبيرة هتيجي. خلاص انت اول حاجة بتعملها بتجيب ترانسفير فانكشن، بعد كده تبدأ تحدد نوع السيستم. غالبا هيكون هو اندر دامبد سيستم، اندر دامبد و يعني الزيت بتاعته من صفر لواحد والدخل ستيب، فانت تقدر تحسب كل الكلام اللي احنا قلناه ده بالقوانين اللي انت حافظها يعني. لو حد عنده مشكله بقى في الجزء ده، هو الجزء ده مش اكتر من كده يعني. جزء الترانزيانت برضه يا جماعه انا يمكن ما اتكلمتش في الحته دي، بس الحته دي انا بفترض ان انتوا عارفينها يعني في نظر نظر الكنترول سيستم، برضه الدكتور ما قالهاش في المحاضره. في نظر الكنترول سيستم انت، هقولها على السريع بقى، هقول الحته دي كده على السريع. في نظر الكنترول سيستم انت في عندك عندك ثلاث حاجات ممكن تعدل فيه. في عندك الستيدي ستيت ايرور. الستيدي ستيت ايرور ده احنا لو عايزين نحسن فيه معناها ايه؟ يعني انت عايز تقلل الستيدي ستيت ايرور او تخليه بصفر، بحيث ان انت توصل او السيستم مثلا تقول له اوصل لكذا يوصل لكذا. اتغيرت مثلا سرعه كنت موتور مثلا، وقلت مثلا انت عايز سرعه الموتور تبقى رقم معين، يبقى لما تقول له سرعه الموتور تبقى الرقم ده تبقى الرقم ده. فبتحسن في مرحله الستيدي ستيت بنحاول نقلل فيها الستيدي ستيت ايرور بحيث ان هو يبقى صفر عن طريق اي كنترولر. اي كنترولر في مرحله تانية اللي هي طبعا جزء الترانزيانت، جزء الترانزيانت، جزء الترانزيانت ده الترانزيانت ريسبونس هو بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاوفر شوت وعباره عن السيتلينج تايم. بتحتاج ان انت تقلل الاوفر شوت، طبعا ده محتاج تقلل الاوفر شوت يعني تزود الدامبنج، محتاج تقلل السيتلينج تايم برضه. ده التحسين اللي انت ممكن تعمله في مرحله الترانزيانت. وغالبا لو احنا عايزين نحسن في جزء الترانزيانت من الريسبونس بتاعنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم بي كنترولر. بي كنترولر اخر جزء هو جزء الاستابيليتي، جزء الاستابيليتي بتاع السيستم عشان تضمن ان السيستم ده ستيبل او مش ستيبل. لو انت عايز تحسن في الاستابيليتي، استابيليتي معناه ان السيستم ده يبقى ستيبل. يعني ايه؟ يعني انت لما تدخله انبوت الاوتبوت بتاعك يبقى ما يروحش للملا نهايه. ده معناه باختصار يعني. قال لك ده احنا ممكن نحسنه عن طريق ان احنا نحط دي كنترولر. عايز تحسن الثلاث حاجات دول، السيستيت ايرور، ترانزيانت بيرفورمانس، استابيليتي، فبتستخدم مين؟ بتستخدم بي اي دي كنترولر.
بي واي ودي في نفس الوقت ثلاثة بيسموه الباقي دي كنترول. طيب ده كده كان الجزء بتاع المسائل الأخير، وكده يبقى احنا كده خلصنا يا جماعة الجزء الثاني في الجزء اللي يبقى خلصنا كده النظري على السريع وخلصنا البروبلمز. مفترض دلوقتي ندخل على جزء الماتلاب، بس قبل ما ادخل على جزء الماتلاب لو اي حد عنده اي سؤال اي استفسار يا ريت ايه يا ريت يسأل. كده احنا خلصنا جزء المسائل، اي حد عنده سؤال في المسائل ولا حاجة انا معاكم. بالنسبة لباشمهندس دي سيكشن 3، هو ايه اللي ممكن يجي فيه؟ لأن سيكشن 3 كبير، ف كان نظري ولا؟ سيكشن 3 انا مش فاكر سيكشن 3 بيتكلم عن ايه، بس خلينا نفتح سيكشن 3. سيكشن كان 3 في تلات كان بتاع مذكرات ماتلاب صح؟ بالظبط كده. كان ماتلاب صح؟ طب ماشي، ده هقول لكم في جزء الماتلاب هقول لكم هيجي فيه ايه. بتكلم دلوقتي في جزء النظري او جزء النظري وجزء المسائل، لو حد عنده مشاكل فيه يا ريت يقول لنا ايه عشان نقدر نحلها. ندخل على الجزء اللي بعده. مش مهندسين ها ندخل على اللي بعده ولا ايه؟ ماشي يا باشمهندس، ندخل على اللي بعده. طب تمام يا باشمهندس. مفيش مشاكل لحد دلوقتي؟ لا لا زي الفل. يعني هتحلوا مسائل بكره وهتحلوا النظري بكره؟ لا ان شاء الله هنصدعك بس نذاكر بس. كده كده النظرة مضمونة يا باشمهندس. طب والمسائل؟ بلاش بلاش مضمون دي. طب المسائل طيب؟ المسائل هي اللي انا مضمونة هعتبرها مضمونة اصلا. برضه. طيب كان مضمون مسائل. النهارده يا عم. خير 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 ان شاء الله. طيب الجزء الثالث معانا في المفترض في الاجنده اللي انا عاملها ان احنا نتكلم على جزء الماتلاب. طيب جزء الماتلاب كبير اه كبير، بس هو احنا بقى مش وقت، مفيش وقت ان احنا نكبره، لازم نصغره تمام. طيب جزء الماتلاب انت مطلوب منك حاجات كتير ومطلوب منك تفهم كلام كتير، لان اصلا الماده هي ابلكيشن فلازم تطبق الكلام ده على الكمبيوتر ولازم تبقى فاهم الاجزاء دي بتشتغل ازاي. بس احنا بسرعه كده هنقول ايه اللي انت ممكن تتسال فيه في الامتحان، وبرضو الاجزاء دي انا موجوده في الام سي كيو فانا مش هطول فيها. يعني في جزء الماتلاب، جزء الماتلاب انت اول حاجه مطلوب منك تعرفها ان انت ممكن تمبلمنت نيورال نتورك في الماتلاب عن طريق ثلاث حاجات، يا اما عن طريق انك تكتب كود، يا اما عن طريق انك تستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي الواجهه افتح الماتلاب مش هنشتغل عليه يعني، بس انا هوريك ايه الجرافيكال يوزر انترفيس ده. الكود ده انت تستخدم كود عادي جدا، الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي الواجهه اللي بتظهر لك دي تقدر تستخدمها كجرافيكال تول يعني، وممكن برضو تستخدم السيميو لينك في حاجه زي كده. دول الثلاث حاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم يعني. طيب كده كده مش هن ان ستارت مثلا دي كده يا جماعه اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس. هيفتح انا دوست على الفيتنج، هيفتح الفيتنج دلوقتي. دي جرافيكال يوزر انترفيس. اذا انت ممكن تكريت نيورال نتورك باستخدام بالثلاث حاجات دول، يا اما تكتب كود على الماتلاب سكريبت يعني ام فايل، يعني تيجي تكتب هنا كود كده عادي جدا، او ان انت مثلا تستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس اللي قدامك دي، او اخر حاجه طبعا ممكن برضو في السيميو لينك يعني. بس انت بس دلوقتي كل مطلوب منك معرفه الحاجات دي، معرفه انك تبقى عارف الحاجات دي اسمها. الناس لو فاكره احنا في النيورال نتورك ده احنا كنا بنعمل ايه، كنا اول حاجه عايزين نجنريت داتا، فكنا بنجيب داتا. بعد ما بنجيب داتا بتجيب داتا بقى باي طريقه يعني، طرق ممكن تبقى كتير. بعد كده بتبدا ان انت تكريت النيورال نتورك بتاعتك، تكريتها سواء تكريتها ببرنامج او تكريتها بجي يو اي مفيش مشكله. بعد كده بتبدا تدرب تعمل ترين للنيورال نتورك بتاعتك. بعد ما ترين النيورال نتورك بتاعتك دي بتاكسبورت النيورال نتورك، يعني تصدر النيورال نتورك دي او تحفظ النتيجه بتاعتك وخلاص على كده، وانت كده خلصت. طيب ما علينا، انت دلوقتي مطلوب منك تعرف ايه اول حاجه في جزء ان انت ازاي اصلا تجنريت داتا. اول جزء ازاي تجنريت داتا، قالك عشان نجنريت داتا بنستخدم داله اسمها راندوم او راند. ممكن اسالك بكره في الامتحان في ايه يا ترى داله، يعني مثلا عايز اجنريت داتا، اجنريت داتا باستخدام داله ايه؟ قال لك باستخدام داله راند اللي هي راندوم دي. راندوم دي اصلا انت بتديها ايه؟ راندوم دي انت بتديها الابعاد بتاعه المصفوفه اللي انت عايز، او تديها ابعاد المصفوفه اه بالفعل اللي انت عايز تكريتها. لو انت مثلا اديتها 2 في 2 يبقى هو كده هيروح يكريت مصفوفه او ماتريكس يعني 2 في 2، ويحط فيها والعناصر بتاعتها هيملاها بشكل راندوم
بأرقام ما بين الصفر والواحد. يبقى راندم دي اصلا بتكاريت المصفوفه. اول حاجه انت راندم 2 في 2 بقى يروح كاريت المصفوفه دي، كانت مصفوفه صفين في عمودين، وفي كل عنصر هيحط رقم ما بين الصفر والواحد بشكل راندم. ده لو انت عايز ان انت ازاي ان انت مثلا اصلا تجنريت داتا. خلاص، لو انت مثلا عايز تجنريت داتا ما بين A و B، ما بين A و B، مش لازم بقى ما بين الصفر والواحد يعني، برضو هتستخدم نفس الدالة. انت ممكن تتسائل هنا في الامتحان، تتسائل بس يا شباب في الدالة نفسها بتعمل ايه وخلاص. بعد كده لو انت عايز تكريت نيورال نتورك باستخدام كود، بتكريته ازاي؟ قال لك لو انت عايز تكريت نيورال نتورك باستخدام الكود، بنستخدم دالة نيو اف اف. طب نيو اف اف دي محتاج تعرف ايه؟ محتاج تعرف الدالة نفسها ان هي بتكريت فيد فورورد باك بروباجيشن نتورك. محتاج تعرف ان هي ايه، هي ترى ايه البارامترز بتاعتها. قال لك والله هي بتاخد اول حاجه، بتاخد الانبوت، بعد كده بتاخد التارجت، بعد كده بتاخد السايز بتاع الهيد اللاير. ده نوع، وفي نوع تاني وده غالبا اللي انت بنسبه كبيره تسال فيه يعني. وفي النوع التاني اللي هو بياخد حاجات اكتر من كده، بياخد الانبوت، هو مش بياخد انبوت بقى، هو بياخد الماكسيمم والمينيمم بتاع الانبوت، وبياخد التارجت اعتقد برضه نفس القصه، بياخد الماكسيمم والمينيمم بتاع التارجت، بعد كده بياخد السايز بتاع الهيد لاير، بعد كده بياخد الاكتيفيشن فانكشن بتاعت كل نوع، الاكتيفيشن فانكشن بتاعت كل لاير. ايه تاني؟ بعد كده بياخد نوع التريننج الجوريزم اللي انت هتستخدمه، وهلم جر يعني. ده ممكن يبقى اصعب شويه، بس غالبا ما استخدمناهاش وما جاتش في المحاضره، فانت افكسها يعني. انت مهتم ان انت تعرف ده. لو انت عايز تكريت نيورال نتورك بتكريتها ازاي؟ نيو اف اف، الانبوت، التارجت، والسايز بتاع الهيد اللاير بتاعتك. السايز بتاع الهيد اللاير يعني انت عايز كام لاير موجود عندك في الهيد اللاير، كام لاير، وفي كل لاير كام خليه عصبيه. لو مثلا عملت كده خمسه وخمسه، يبقى كده انا هعمل النيورال نتورك بتاعتك هتبقى فيها تو هيد لاير، وكل لاير فيها خمسه نيورون. ده كل حاجات انت وارد تتسال فيها. ماشي كده؟ طيب ايه تاني؟ بعد ما بتكريت النيورال نتورك بتاعتك، بتبدا تعمل سيت للبارامترز بتاعتها. مطلوب منك تعرف ايه؟ تعرف البارامترز المهمه. يعني ايه مثلا؟ يا ترى دالت مثلا، طبعا هو كده كده اصلا انت مش محتاج تعمل انيشاليزنج للويتس، لان كده كده النيورال نتورك بتاعتك لما انت كده كريت نيورال نتورك، بعد ما تكريت نيورال نتورك هو اوتوماتيك بيعملها انيشاليزنج. بس لو انت عايز تستخدم الامر انيشاليزنج ده، مفيش مشكله. انيشاليزنج ده للنتورك بتاعتك برضو بينيشاليز الويتس بتاعتك. بعد كده النتورك تقدر بقى تست بعض البارامترز زي ايه؟ اول حاجه مثلا عدد الايبوكس، الماكسيم نمبر اوف ايبوكس. بعد كده مثلا الجول ده اللي هو النت ايرور اللي انت عايز توصل له. مثلا لو عملنا واحد في اي اس سالب 10 كده، معناه واحد في 10 اس سالب 10، ده الايرور، ده النت ايرور اللي انا عايز اوصل له في الاخر. بعد كده في داله تانية اسمها ترين، مهم جدا تعرف داله ترين دي بتعمل ايه. قال لك داله ترين دي بتاخد النتورك وبتاخد الانبوت وبتاخد التارجت. بتاخد يعني انت بتاخد النتورك اللي انت كريتها، وبتاخد الداتا اللي انت عايز تدرب النتورك دي عليها بس. وبعد لما يترين، هو كده بيعمل عمليه، بعد ما يترين هيخزن لك الترند نتورك في النت. بنقول نت بتساوي اعمل ترين للنتورك دي انبوت وتارجت. هيترين النتورك، بعد كده يخزن لك الترند نتورك في النت. لو انت عايز بقى تعمل تيستنج للترند نتورك، بتستخدم داله اسمها سيم. سيم دي بتديها الترند نتورك بتاعتك، وبتديها الانبوت اللي انت عايز تدخله على النتورك دي، مثلا خمسة وخمسة، يديك مثلا يا ترى النتورك دي الاوتبوت بتاعها بكام، الاوتبوت بتاع النتورك دي. لو انت عايز تشوف النتورك دي، بتستخدم داله تانية اسمها فيو اوف نت، بتشوف النتورك باستخدام فيو اوف نت. طيب دي كلها اوامر انت ممكن تتسال فيها، وفي الام سي كيو انا جايب لك ازاي انت هتتسال فيها. طبعا الجرافيكال يوزر انترفيس مهم، بس تبقى انت عارف ان احنا في عندنا ال ان ان تول وعندنا ال ان ان ستارت وخلاص، بس كمسميات، وان هما دول موجودين في الجرافيكال يوزر انترفيس. اخر حاجه جزء السيميو لينك، تبقى عارف ان في داله اسمها جنريت سيم، وجنريت سيم دي تبقى عارف البارامترز بتاعتها، بتديها لاي نتورك، اي ترند نتورك انت دربتها واخد بالك، وبتديها السامبلنج تايم غالبا سالب واحد، ده لو انت عايزه يبقى كونتينوس. هو تمام. طيب جنريت سيم دي بتعمل ايه؟ قال لك بتجنريت سيميو لينك بلوك للنيورال نتورك اللي انت دربتها. بتديها ايه؟ بتديها النيورال نتورك بتاعتك، وبتديها السامبلنج تايم غالبا بيكون سالب واحد، فبتعمل لك بتجنريت سيميو لينك بلوك
بحيث ان هو بيسيميوليت مين؟ بيسيميوليت النتورك بتاعتك بس. بس كده يا جماعه، كده كل اللي انت مطلوب منك تعرفه هنا. مطلوب منك تعرف ازاي بتجنريت الداتا، الاوامر اللي بنستخدمها في الجنريت ده راندوم، داله راندوم بس خلاص. بعد كده ازاي ان انت بنكريت نيو نتورك باستخدام داله نيو اف اف، وتبقى انت عارف ان هي بتاخد ايه، بتاخد الانبوت، تاخد الاوتبوت، تاخد السايز بتاع الهيدن لاير. تاني حاجه، تالت حاجه، بتعمل ست البارامترز بتاعه النتورك، عدد الايبوكس مثلا، مش عارف الايرور، النت ايرور، ويعني وشويه احفظ شويه بارامترز كده. بعد كده ازاي تعمل ترين للنيورال نتورك بتاعتك، بنترين النيورال نتورك باستخدام داله الترين، بتاخد النتورك اللي انت كريتها وبتاخد الداتا اللي انت برضو عملت لها جنريشن، وبتدرب النيورال نتورك بتاعتك. النيورال نتورك المتدربه دي تقدر تجربها عن طريق الامر اللي اسمه سيم، ده بيعمل سيميوليشن للنتورك بتاعتك، بتدي له الترند نتورك وبتدي له الانبوت، يديك الاوتبوت. ثم اخيرا لو انت عايز تعمل جنريشن لسيميولينك موديل للترند نتورك، فانت بتكتب جنريت سيم النتورك بتاعتك سالب واحد وشكرا، بيطلع لك بلوك كده في السيميولينك للترند نتورك بتاعتك. ولو انا نسيت، ما نسيتش حاجه، وطبعا الجرافيكال يوزر انترفيس، ال ان ان ستارت او ال ان ان تول، دول اللي انت بتستخدمهم في الجرافيكال يوزر انترفيس بس. ده كده كل اللي انت مطالب بيه في جزء الماتلاب علشان الامتحان. طبعا انت مطالب باكتر من كده خارج الامتحان، لكن انت عشان الامتحان بتاع بكره انت مطالب بالحاجات دي. والكلام ده برضو يعني نفتكر بس ان انا جمعت لك الكلام ده كله في ملف، بس مش عارف بقى الملف ده صعب ولا ايه. وانا عملت الملف ده مفترض ان هو، ما اعتقدش ان هو يكون صعب. انا مكتر هنا شويه حاجات اكتر، بس غالبا اللي انا قلته ده هو المهم. بس ازاي انت تعمل جنريشن لراندوم داتا، راندوم فلوتنج، تخليها بس راندوم فلوتنج، ازاي انت تكريت نيورال نتورك، ازاي ان انت تكريت نيورال نتورك باستخدام الجيو اي، طبعا ان ان ستارت او ان ان تول. بعد كده ازاي انك تست بعض البارامترز بالنسبه للنيورال نتورك، في حاجات كتير انت ما خدتهاش يعني. ايه تاني؟ ازاي تترين اصلا النيورال نتورك بدل الترين، وازاي بقى تعمل، ازاي ان انت سيبك من حته التصدير دي، الاكسبورت طبعا. النتورك اللي انت بتدربها دي انت ممكن تحفظها على هيئه سمبليفايد سكريبت او ماتلاب كود او سيميولينك موديل، فاس طبعا دي حاجه مش هتصير فيها يعني. وازاي مثلا انك تتست الترند نيورال نتورك بتاعتك، ولو انت عايز تجنريت سيميولينك موديل او بلوك كده للترند نيورال نتورك وخلاص، مفيش اي حاجه تاني انت مطلوبه منك في الجزء ده، او مفيش حاجه تاني انت ممكن تتسال فيها في الجزء ده اكتر من اللي انا قلته. لو حد عنده سؤال بقى يا ريت، ايه يا ريت يسالنا في الجزء ده، بحيث ان احنا خلاص قفلنا الجزء ده قبل ما نشوف حاجه تانية. انا باشمهندس سيكشن 3 هو متوقف على المذكره دي، سيكشن 3 هو اللي انا قلته ده وخلاص دلوقتي يعني فرناه. تمام خلاص كويس. في اصل في كلام كتير الجنريت جدا سامر يا باشمهندس، ده لو اللي انت هي مش فيها متابع من الاول الواحد. يعني ده لو انت مش متابع من الاول، فاللي انا قلته خلاص عشان بس ايه، عشان ما تتوهش. لكن لو انت متابع من الاول، كل بقى الكلام هتلاقيك انت اصلا فاهمه يعني. سيكشن 3 قول الجنريت سام، انت قلت بيديها للنتورك وسالب واحد، سالب واحد بتاع ايه؟ تاني كده معلش، جنريت سيم هي اصلا بتجنريت سيميولينك موديل. السالب واحد ده هو السامبلنج تايب بتاع يعني احنا مثلا لما احنا اصلا جينا ناخد داتا، او بنيجي ناخد داتا اصلا في الاساس، فمفترض ان الداتا اللي احنا بناخدها دي مثلا بناخدها كل فتره، بناخد سامبل كل فتره، واخد بالك؟ فنفس الكلام برضه هو لما بيجي جنريت موديل، فبرضه هو عايز نفس الفكره، عايز يعرف مثلا الموديل اللي هو هيجنريته ده السامبلنج تايم بتاعه هيكون كام. وصلك القضيه؟ فانت لو سالب واحد ده يعني كونتينوس، يعني ايه، بياخد اوتوماتيك، هو بيست بياخد رقم اوتوماتيك كده، بحيث ان الموضوع بيكون كونتينوس يعني. تمام يا باشمهندس. ده هو الديفولت بتاعها يعني، الديفولت حسب الماتلاب اعتقد هو سالب واحد. طب ثواني برضه نشوف جنريت سيميلون واحد كده، الهيلب افتحها، الهيلب عليها نشوف النت الفانكشن دي. جنريت سيم بتكريت كذا كذا سالب واحد، ده لو انت عايز السامبلنج تايم بتاعك يكون كونتينوس يعني. خلاص هو برضو والديفولت بتاعها اعتقد هو برضو سالب واحد، الديفولت سالب واحد، السامبلنج تايم بتاعك ديفولت سالب واحد. خلاص انت مش محتاج تكتبه اصلا يعني، في السامبلنج تايم ده الديفولت سالب واحد يعني، انت اصلا ممكن تكتب ايه جنريت سيم للنتورك وخلاص، هو باي ديفولت اصلا بيسامبل كونتينوس وخلاص. ماشي
طيب طبعا يا باشمهندس، مفيش اللي هو ملف فيه الحاجات يعني بي دي اف فيه الحاجات المختصرة للماتلاب؟ ما هو الملف اللي انا عملته لكم ده، الملف اللي انا عملته لكم ده خد منه الحاجات اللي هي ايه، اللي انا لسه قايلها دي وخلاص. يعني مثلا خد منه ايه، خد منه مثلا الجنريشن بتاع الراندوم فلوتنج داتا، اللي هو مثلا داله الراندوم، ازاي ان انا بستخدم داله الراندوم، تمام كده. بعد كده ازاي نكريت نيورال نتورك برضو باستخدام مثلا النت، مثلا بتساوي نت مثلا بتساوي نيو اف اف الانبوت ماتريكس تارجت فيكتور السايز بتاع الهيدن لاير. خد الجزء ده بس، فاهمني؟ تعالى مثلا على ال، بعد كده البارامتر سيتنج، مثلا خش على البارامتر سيتنج، خد البارامترز مثلا اللي هي زي ايه، زي مثلا شو، زي مش عارف شو دي يا جماعه، بيوريك لما انت تيجي تدرب نيورال نتورك ولا حاجه، بيبقى بيفتح لك صفحه كده. المشكله ان انا ممكن خليني انا اعمل لكم رن لاي كود عندي هنا، مش فاكر بقى في كود ولا لا، اي كود هنا، اي بروبلم بس. ران ايه؟ ما هو للاسف انا اصلا ما عنديش، انا ما عنديش للاسف بس النتورك دلوقتي، بس ايا كان يعني. انت بص، شوف ارجع تاني للداتا هنا. طبعا هتعرف بس البارامترز الرئيسيه، يعني زي مثلا شو ايبوكس، عدد الايبوكس، الجول بتاعك، اخد بالك؟ بس كفايه جدا بالنسبه لك هنا في البارامترز يعني. بعد كده ازاي تعمل ترين، ده للترين، ترين وتديها النتورك بتاعتك وتديها الانبوت والاوتبوت وخلاص. لو عايز تيست النتورك بتاعتك، فبتستخدم سيم. فين سيم يا جماعه؟ سيم، هي بتستخدم سيم، بتديها الترند نتورك وبتديها الانبوت اللي انت عايز تيست عليه، بيديك الريزلت على طول بس. وطبعا انا مديك فول كود برضه عشان لو انت حبيت تقراه، عشان هو مثلا ممكن يديك كود صغير كده في الامتحان، بيعمل ايه، بيجنريت داتا، وبعد كده بيكريت نيورال نتورك، بعد كده بيست شويه بارامترز، بعد كده بيترين النتورك انا يا ديت. باشمهندس، الداله اللي انت لسه عليها دلوقتي دي بنديها الانبوت وايه؟ السم انت بتديها النتورك اللي انت دربتها وبتديها الانبوت. يعني زي مثلا انت كنت مدرب النتورك دي على علاقه، العلاقه دي كانت اكس، كانت عباره عن ان الواي بتساوي اكس واحد زائد اكس اتنين وخلاص، وهي النيورال نتورك اتعلمت العلاقه. فانت عايز تديها دلوقتي، عايز تديها اكس واحد وعايز تديها اكس اتنين، دي كده تريند، دي كده تريند، تريند نيورال نتورك، وعايز تشوف هي هتطلع لك اوتبوت كام. فبتروح قايل سم التريند نيورال نتورك دي، يعني سيميوليت للتريند نيورال نتورك دي، دخل عليها اكس واحد ب3 ودخل على اكس اتنين ب3، يبقى 3 و3 هيديك الواي، يقول لك الواي في الحاله دي بكام. هو مثلا 3 و3 يبقى الواي المفترض بكام؟ ب6. بس طبعا اكيد الاكيورسي، لو الاكيورسي كويسه جدا هديك 6، الاكيورسي مش احسن حاجه ممكن يديك 5.99. طيب تمام. طب بالنسبة لدالة راندوم، لو عايز مثلا تطلع أرقام من سالب 5 ل 5، الكود بتاعها ممكن يبقى إيه؟ الكود بتاعه اهو كاتبه لك برضه في الجزء ده. هو لو انت عايز تطلع راندوم نمبر من سالب 5 ل 5، اهو سالب 5 هي العلاقة بتاعتها اصلا، او الدالة في الاساس بتبقى سالب الايه زائد الايه ناقص البي، لو انا مش غلطان يعني. هي مضروبة في المفروض راندوم ايه هندسة زائد بي ناقص ايه؟ ايه بي، مش فاكر بقى، ايا كان. بص المعادلة هي يا جماعة، اللي هي بص ايه بلس بي ماينس الايه في راندوم، جوه طبعا الدايمنشن بتاع الماتريكس. يعني انت مثلا عايز تكريت ماتريكس، الماتريكس دي هي 2 في 2، يبقى 2 في 2 خلاص كده. وعايز تملى الماتريكس دي بارقام راندوم ما بتوين الاي والبي، خلاص هتطبق العلاقة دي، سالب 5 اهو مثلا، و5 زائد 5 في راندوم، هنا مكريت مثلا ماتريكس 3 صفوف في عمودين. هو جوه بقى العناصر دي بيحط ايه؟ بيحط راندوم نمبر ما بتوين الاي والبي، ما بين سالب 5 وال5، بس راندوم فلوت، يعني رقم كسري مش رقم صحيح. راندوم انتجر راندي هي اللي بتحط ارقام صحيحه يعني. كل ده يا جماعه مشروح بالتفصيل، وبرده انا موضح هنا في الجزء بتاع الماتلاب اللي انا كنت نزلته لكم يعني. ماشي؟ اسأله لو حد عايز يسأل في الجزء ده، برضو حد عنده سؤال في الجزء ده اسأله، مفيش أي مشكلة. احنا خلاص كل اللي بقى لنا ان احنا هنحل ام سي كيوز مع بعض، انتر اكتف بقى كده، نتفاعل بحيث ان احنا ايه نستفيد شوية في حوار الام سي كيو ده. بس لو أي حد عنده سؤال برضو في جزء الماتلاب ده يسأل عادي، الموضوع سهل جدا يعني.
دي كده الحاجات اللي انت مطالب بيها بكره. وارد يا جماعه اجيب لك كود، يعني مش الكود مش صعب، احنا الكود انت هتجنريت داتا، هتكريت نيورال نتورك، هتست بارامترز، هترين، هتست، وممكن تجنريت مثلا سيمولينك موديل. ايه المشكله لو جبت لك كود صغير زي كده وسالتك في كل جزء فيه؟ ما فيهاش مشكله. انتوا معايا في الكلام؟ هو مش المفروض لو هيسأل في كود صغير هيكون نفس الحاجات اللي احنا شفناها اصلا؟ مش اه احنا طبعا نفس الحاجات اللي انت شفتها. نفس الحاجات اللي انت شفتها هو بس هيبقى حاططها تحت بعض يعني تحت بعض ككود بس بس. طب ما انا اعملها لك برضه والله، يعني انت لو لا فتحت ماشي. لا انا بقول يعني قصدي كده، يعني قصدي مش هيفرق في حاجة. لا مفيش اي فرق. يعني انا مثلا الكود ده مثلا 23 سطر، انا مكبر شويه عشان مثلا انا بعرف مثلا التريننج فانكشن، بعرف تقسيمه الداتا، بعرف شويه حاجات. يعني هو مش هيجيبها، يعني دي مثلا مش هيجيبها، ده مش هيجيبها، دي 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 برضه مش هيجيبها. هي في جزء كبير جدا من الكود هيختصر يعني، فتلاقي الكود في الاخر بالنسبه لك انت سطرين ثلاثة بس في الآخر. بتكريت الداتا بتسطرين ولا حاجه، بتكريت النيورال نتورك بسطر، بتعمل انيشالايزنج مثلا للويتس بسطر، مش عارف بتست شويه بارامترز بسطرين، بالترين بسطر، بالتست بسطر، وممكن تجنريت مثلا سيمينوك موديل بسطر. فكلام بسيط يعني، ممكن الكود على بعضه 7 8 سطور، مش هيروح مثلا يروح يكتب كود يعني. فاهم؟ انتوا معايا يا شباب في الكلام ولا الكلام ده خارج ال؟ معاك يا باشمهندس. ايوه تمام. جزء الماتلاب والسيميولينك مش هيخرج عن اللي احنا قلناه ده ان شاء الله. حد عنده سؤال عايز يسأل في الجزء ده؟ احنا كده عشان بس يبقى احنا كده فاهمين احنا التارجت بتاعنا كده خلصنا. تاني حاجه اللي هو السيمولينك والماتلاب، الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تعرفها. ثم اخيرا بقى هنبدا نحل شويه مع بعض ام سي كيو كده. انا خليت الشات جي بي تي هو اللي يولدهم، يعني بحيث يبقى احنا ايه بنتعلم اي اي وفي نفس الوقت بنطبق على اي في نفس الوقت، يعني الاثنين انيه كده. طيب لو في حد عنده سؤال في الماتلاب يا شباب يا ريت يسال، يلا عشان احنا ايه داخلين على ساعة وكسر. ده الهندسة، اتفضل اللي بعد. حد عنده سؤال يا جماعة؟ حد عنده سؤال في جزء الماتلاب؟ عشان بس الناس اللي تايهة مش عارفة تذاكر ايه في الماتلاب، عرفت تذاكر ايه في الماتلاب؟ مش مطلوب منك اكتر من كده. طبعا هو مطلوب منها اكتر من كده اللي عايز يفهم بقى، وعشان الريبورتات والتاسكات والكلام ده، لكن عشان الامتحان بكره انت مش مطلوب منك اكتر من اللي انا قلته ده. يا ريت بقى الناس تبقى ايه، تبقى استوعبت الجزء ده. انا برضو مفيش وقت بالنسبه لي يا جماعه ان انا بصراحه ارن مثلا اعمل ترين، او مفيش وقت. بس طبعا الكلام ده المفروض يعني مشروح بالتفصيل في الفيديوهات، فممكن الناس ترجع يعني للكلام ده. نبدا ندخل على الام سي كيو. يلا يا باشمهندس طيب اتفضل. اتفضل يا احنا لحد دلوقتي خلصنا ايه بسرعه؟ خلصنا نظري سريع بروبلمز، نظري سريع البروبلمز اللي انت ممكن تواجهها في الامتحان، السيميولينك والماتلاب. طبعا السيميولينك انا ما اتكلمناش على السيميولينك عشان هو مش هينفع يجي اصلا في الامتحان، بس اعرف ان انت ممكن تمبلمنت بي اي دي كنترولر باستخدام الارتفيشال نيورال نتورك، او ممكن تمبلمنت، وبرده حاجه ثانيه ممكن تمبلمنت اي كنترول سيستم باستخدام السيميولينك كبلوكات، يعني كبلوك دايجرام يعني. وخلاص مش مطلوب منك اي حاجه اكتر من كده في الجزء بتاع السيميولينك، يعني عشان بس ده امتحان مش هينفع. ممكن يسالك في اكواد لكن سيميولينك ده صعب.